first saw them, you didn't think you could love them any more than you did right then. But with each day, through the chaos, every mess, thankless tasks, sleepless nights, and countless tantrums are the moments. With each kiss, smile, laugh, and I love you. Your heart grew in ways you never could have imagined. Here's to you, Mom, for being there in every moment. اهلا بكم. بلا شك حوار سيكون مثير اليوم ومن طراز خاص، لكن خلينا اقول لكم انه لكي نحصل على هذه الرائحه من السماء، الامر ليس سهل على الاطلاق، الامر صعب، صعب جدا، وتفاصيله دقيقه ومتنوعه، ونقدر نقول انه فيها اعجاز ما بعده اعجاز، سبحان الخلاق العظيم. لكن الامر يبدا، يعتقد الكثيرون انها مساله كثيره او سهله بسيطه جدا، لكن الامر يبدا من هنا، من الحيوانات المنويه. يمشي الحيوان المنوي رحلة تعد الأطول في التاريخ، رحلة طويلة جدا، ويمشي طريق طويل عشان يقابل البويضة في منطقة محددة. منطقة محددة هي طبعا منطقة التلاقي بين البويضة والحيوان المنوي. وسبحان الله البويضة برضو ليها اختيارات، يعني هي بتتصرف تصرف أنثوي، مش أي حيوان منوي يقدر يخترق البويضة، اختيارات عجيبة وغريبة، والحيوانات الأخرى تقف لتتفرج، ويدخل الحيوان المنوي وهنا يحدث الاندماج ويحدث تكوين الجنين، والجنين يمشي بقى طريق طويل آخر بعد ما يندمج وإلى آخره، والكروموزومات وقصة كبيرة، يمشي طريق تاني طويل أوي، شوف الدحرجة الغريبة دي، في طريق طويل جدا عشان يلقي بنفسه، عشان ينغمس في حضن شيء مهم جدا اسمه الرحم، ويحدث الانغماس ويبدأ تكوين رحلة أخرى صعبة مش سهلة، هي رحلة تكوين الطفل أو الجنين، يتكون وينقسم ويتطور داخل الرحم، ويحدث تكوين جنيني مذهل ورائع عشان يتكون أجزاء جميلة جدا ورائعة، الرأس والرقبة والعينين والإيدين والرجلين، وحاجة جميلة، وفي الآخر نشوف الطفل الجميل اللي بيخرج لنا للحياة، وزي ما احنا شفناه مصدر سعادة ما بعدها سعادة، وقد تكون السعادة الحقيقية الوحيدة اللي لها قيمة في الدنيا. النهاردة حوار مثير للغاية مع ضيف عزيز علينا وقيمة علمية كبيرة، وواحد من النجوم للصف الأول، وواحد من الذين بنوا صرح كبير جدا وتاريخ طويل وخبرة زمنية مذهلة، وأيضا إنجازات كبيرة للغاية، وميجا ستار من نوع خاص. زي ما أنا قلت حوار هيكون ذا مستوى عالمي، لأنه مع ضيف مصنف كبير جدا في هذا المجال، هو القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير، وأستاذنا الأستاذ الدكتور عبد اللطيف سويلم. أكبر رزق إن أنت يبقى عندك طفل. أكتر سبب للحمل خارج الرحم هو التهابات الأنبوب. يمشي الحيوان المنوي رحلة تعد الأطول في التاريخ. اختيارات عجيبة وغريبة. نعمة من عند ربنا اكتشاف الحقن المجهري. الحيوان المنوي دخل بويضة وحصل إخصاء، بقى جنين. مع ذلك ما يحصلش حمل. ليه؟ مش أي حيوان منوي يقدر يخترق البويضة. البويضة هي أساس الحياة. الأستاذ الدكتور عبد اللطيف سويلم، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، دكتوراه أمراض النساء والتوليد كرواتيا، دبلوم المناظير جامعة كيل ألمانيا، عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية للخصوبة، رئيس مجلس إدارة مستشفى نور الحياة للخصوبة. شرف كبير لينا هذه الزيارة وتلبية الدعوة. الله يخليك، نورنا دكتور عبد اللطيف. نورك وسعادة كبيرة. أنا اللي أسعد والله. أنا بدأت حواري بالفيديو الرائع، وأنت عجبك أول فيديو جدا جدا, جدا. نعمة نعمة طبعا. يعني زي ما أنت طبعا. حتى يعني سبحان الله اختيارك للاسم نفسه نور الحياة. أيوه أنا هبدأ بالاسم، لأنه هو ده
هو فعلا نور الحياة، هي يعني النعمة اللي ربنا بيديها للإنسان، وده رزق، أكبر رزق إن أنت يبقى عندك طفل، لأنه هو الغرض من الـ من الـ من الجواز في النهاية هو التكاثر، وربنا ينعم عليك بطفل، وهذا الطفل تشوفه قدام عينك يبقى بهجة وفرحة يعني وسعادة، وسعادة ما بعدها سعادة طبعا. كلمة وقعها صعب جدا على المرأة عندما يقول لها أنت عندك تأخر إنجاب. طبعا إمتى أقول لها تأخر إنجاب؟ المعنى ده يعني إيه؟ أسبابه إيه؟ تأخر الإنجاب علشان يعني نحدده، بنقول إن هو سنة من الجواز بشرط إن الزوج يبقى موجود، وبالتالي في خلال هذه السنة ما حصلش حمل، يبقى إذن أقول ده تأخر إنجاب. في بعض التعريفات الأخرى، ودي برضو عشان الأزواج اللي هم يعني مستعجلين، بيقعدوا مثلا شهر ولا اتنين ولا تلاتة وبعدين يجري على الدكتور، وإحنا مش عايزين كده، إحنا عايزين نفهم بالظبط الأمور بتمشي إزاي، لأنه في تعريفات أخرى بتقول لك سيبوا سنتين، في خلال السنتين دول لو أنا هقول تأخر الإنجاب بيصيب 80% من الأزواج، لو أنا سبت السنتين كمان هلاقي 10% من الأزواج دول من غير علاج حصل فيهم حمل، يتبقى عندي من 10-15% من الأزواج هم دول اللي محتاجين مساعدة طبية بكل الوسائل اللي احنا ان شاء الله هنستعرضها. الحمل الطبيعي ازاي بيحصل؟ الحمل الطبيعي بدون اي حاجة اللي هو الحمل اللي كان عند الناس قبل حتى وجود حقن مجاري واخصاب مساعد. طبعا هو الحمل بيحصل لما يلتقي، لازم عشان يحدث الحمل يبقى اهم حاجة عندي الزوج يبقى كويس، عدد الحيوانات بتاعته والحركة والتشوهات كويسة، ثم تلتقي هذه الحيوانات المنوية ببويضة جيدة طلع من المبيض في توقيت طبيعي. طبعا ده كله محتاج هرموني وسيادتك، طبعا يعني تناغم هرموني بقى كمان هرمونات وإلى آخره، سيادتك طبعا سيد العارفين في هذا المجال واستاذنا فيه. فهذا التناغم الهرموني بيطلع لبويضة في توقيت، وسبحان الله البويضة هتطلع من المبيض ده، يبقى الأنبوبة دي نفسها لها أهداب، هذه الأهداب تحتقن وكأنها تنتفض لاستقبال العروسة اللي سيرتك قلت عليها، عشان تاخدها بحنية كده وتدخل جوه هذه الأنبوبة علشان تقابل الحيوان المنوي اللي هو حنقول العريس، ويحصل التزاوج والالتقاء، ومن هنا يبدأ الأنبوبة تمد هذا الجنين زي ما احنا شايفين كده بالظبط، وده انفجار المبيض، ونشوف الاهداب بتاعت البويضة حتى هنا تلاقيها الاهداب حمراء محتقنة عشان التقاط اهي باللي عليها الدايرة البيضة دي، وتدخل البويضة داخل الانبوبة بغذاء بحيوانات منوية بحاجة جميلة جدا جدا رباني علشان يتم هذا الحمل. إذن محتاج أنبوبة سليمة 100% سليمة شكلا ووظيفة، لأنه ممكن تبقى الأنبوبة شكلها كويس ولكن فقد وظيفتها، بمعنى أنه قد يكون حصل التهاب سب كلينيكال انفكشن اللي هو الالتهاب مش باين ابدا، هذا الالتهاب دمر لي الخلايا وهذه الخلايا بتاعت الانبوبه بيبقى عليها اهداب دمرت، ولكن الانبوبه ما اتقفلتش، ولو حصل التصاقات بسيطه وما اتقفلتش يبقى شكلها، وحتى لما بصلح هذه الالتصاقات عن طريق المناظير، لانه ياما التصاقات موجودة، وكنا زمان نعمل عمليات أيام فتح البطن بالتسليك الأنابيب بالخمس والست ساعات، وبعدين تطور إلى المنظار فبقى بنفك هذه الالتصاقات
ولكن نسبة كبيرة ما بيحصلش فيها حمل. في سؤال عند جمهور لازم نسمعه، تعالوا نشوف مع بعض. قد يكون يعني من الرجل أو يكون من المرأة ذاتها. والله المشكلة ولا مشكلة الست ولا مشكلة الرجل، دي حاجة من عند ربنا. ربنا لما بيريد بيحصل إنجاب. فرض الدكتور هو اللي بيحدد ده. هي مش قصة إن كل حد يرميها على التاني يعني. في دلوقتي اختبارات بتتعمل على الراجل وعلى الست بقى، وبتبين ساعتها بقى الست بتحدف على الراجل والراجل بيحدف على الست. الستات رضوا، الرجالة مشوا. بس كل حاجة بأمر الله. صح، كل حاجة بأمر الله طبعا. لكن والله هم جاوبوني على السؤال. طبعًا الناس، هل طبعًا الناس إجابة سليمة؟ يعني حضرتك بتاريخك الطويل هل تجد تطور في فكر الناس فيما يتعلق بمين المسؤول؟ قبل ما ندخل في مين المسؤول فعلا. والله في تطور، ولكن مش هو التطور المطلوب. يعني ما زال برضو العملية والمشاحنات ما زالت موجود وكأن موجودة وكأننا داخلين حرب. يا جماعة ده ما احنا مش داخلين حرب، مين المسؤول؟ ما انا ممكن يبقى راجل تعمل له تحليل ويطلع الحيوانات المنوية بتاعته كتحليل سليم وما يخلفش. وشفنا ازواج كتير كده. حتى بيسيب دي ويتجوز واحدة تانية وما يخلفش، واحدة تالتة وما يخلفش، ويحتاج ويبقى محتاج حقن مجهري. خلينا نبدأ الأول بفكرة إنه يحصل إخصاب، خلاص حيوان منوي دخل البويضة وحصل إخصاب بقى جنين. مع ذلك ما يحصلش حمل، ليه؟ هنا بقى إحنا شايفين دي بويضة وده حيوان منوي. حصل إنه الحيوان المنوي دخل جوه البويضة. إيه سبب التخصيب أو التخصيب حصل إزاي؟ التخصيب حصل اندماج الكروموزومات بتاعت الحيوان المنوي بالكروموزومات بتاعت البويضة. فإذا لابد أن تكون الكروموزومات هنا كويسة وهنا كويسة. وبعدين سيادتك تعلم أنه أثناء انقسام الخلايا بيحصل أنه الكروموزومات اللي هو 23 زوج من الكروموزومات دي بتتبعتر، وبعدين تبدأ كل زوجين يتلموا تاني وتنقسم الخلايا. في خلال هذه الانقسامات وخلال هذه الكروموزومات اللي بتروح يمين وشمال وتتلم على بعض تاني، قد يحدث تشوهات في هذا الجنين. يبقى إذن سيادتك عندك جنين جميل جدا وبينقسم قدامي، وبعدين يروح على بطانة الرحم ويروح الرحم وما يبقاش عنده المقدرة انه يلتصق ببطانة الرحم. يبقى زن في عيب كروموزومي في هذا الجنين. ويبقى هذا الجنين حتى لما اشوفه تحت الميكروسكوب ما الاقيه سليم جدا، شكلا كويس ولكن موضوعا مش كويس. في حاجة تانية مهمة جدا جدا اللي هي بطانة الرحم. بطانة الرحم دي هي الارضية اللي بيتزرع وتتلقى هذا الجنين وتتزرع جو اللي بتزرع فيها الجنين. لازم هذه البطانة الجنين يصل في وقت معين علشان يتفتح له الويندو، الشباك، في حاجة اسمها ويندو لهذا الجنين. البطانة الرحم مقفولة تماما على اي جنين يدخل الا في وقت فتح الشباك اللي الجنين هيدخل منه علشان يدخل جوه بطانة الرحم. دول اهم اتنين. وقد يكون هناك مثلا تشوهات في الرحم، قد تكون مع انه تشوهات الرحم تؤدي الى يعني اجهاض متكرر اكثر منه عدم حدوث حمل. ممكن يكون في بعض الاورام الليفية، ممكن يكون في بعض الامراض زي بطانة الرحم المهاجرة اللي ممكن تفرز لي مواد معينة تؤثر على حركة الرحم، وبالتالي ما بتديش فرصة للجنين انه يلتصق، فبالتالي بينزل من الست. تعال نبدأ بالأنابيب. انا عايز اروح للأنابيب. الأنابيب غامضة طبعا، كثيرة مشاكلها مرتبطة احيانا بتصرفات الزوج. أيوة. خلينا نحط خط احمر تحت الحتة دي، ولو ان الحتة دي خطيرة. لكن خلينا نتكلم عنها. ممكن تعمل مشكلة ضخمة جدا الاكتوبك بريجنانسي او الحمل خارج الرحم. ايه الأنابيب؟ الأنابيب هو كل رحم ملتصق به أنبوبتين، واحدة يمين واحدة شمال، وطول كل أنبوبة حوالي 10 سنتي. الأنبوبة تتكون من جزء أهداب
وجزء منتفخ وجزء ضيق اللي هو يشمل التصاق الأنبوبة بالرحم. هو ده الوعاء الناقل من البويضة والحيوان المنوي عشان يلتقوا بتغذي الجنين في المراحل الأولى داخل تجويف هذه الأنبوبة. ولكن هذه الأنبوبة من الداخل قطرها ضيق قوي في بعض الأحيان، يعني شايفين هنا الحيوان المنوي كده يعني قطرها ضيق جدا. جدا في حتة واسعة جدا. يعني الحتة الضيقة دي قد يحدث التهابات. اهم حاجة تصيب الأنبوبة سبحان الله. طبعا طبعا حتة واسعة قوي اللي هي في الأول دي كده هي اللي بتلتقط. وبعدين لو من جوه تجويف الديامتر بيصل الى 1 ملي قطر الانبوبه من الداخل يعني. في بعض الاحيان يصل الى 1 ملي. اشوف ده قطاع طبعا هي الانبوبه مش كده يا جماعه. ممكن يحصل بقى يعني ايه حمل خارج الرحم مثلا. الحمل خارج الرحم هو تاخر الجنين عن فتره المفروض هو ماشي في تتابع معين باوقات معينه عشان يصل الى تجويف الرحم في وقت معين. احيانا الجنين ده يتعطل، حاجة تعطله. ايه اكتر حاجة تعطله؟ التهابات في هذه الانبوبة. التهابات في هذه الانبوبة تخلي الجنين ما يتقدمش، فبالتالي يزيد شوية هو عمال ينقسم فيلاقي المكان يروح لازق فيه فيعمل الحمل خارج الرحم. يبقى اكتر سبب للحمل خارج الرحم هو التهابات الانبوبة. وقد يكون في تشوهات في الأنبوبة، بعض الجيوب في الأنبوبة بنسميها دايفرتيكولم وحاجات كده. حتى كمان الأنبوبة فيها فيها جيوب. فيها طبعا. يعني الجيوب دي بتبقى موجودة في الأمعاء. لا ده في كمان جيوب في الأنبوبة. اللي يجيب يروح طالع كده. وده يبقى مسبب للحمل خارج الرحم. احيانا يقال انه الانبوبه ممكن يبقى طولها اكبر من اللازم من 10 سم، وده برضو عيب خلقي. وبالتالي ده ممكن يكون سبب من اسباب الحمل خارج الرحم. لما بيحصل حمل خارج الرحم نتعامل مع الحاله دي ازاي؟ الحمل خارج الرحم هو طبعا لابد من اكتشافه، واكتشافه بيتم بالاستبعاد بالاكسكلوجن، يعني عن طريق الاعراض وسيادتك بتشوف بنتابع ونشوف الكلام ده ونقول والله ده هيبقى حمل خارج الرحم. الحمل خارج الرحم ده لو الكيس ده اكبر من 5 ملي لا يبقى لازم عملية جراحية. العملية الجراحية عن طريق منظار البطن، وفي منظار البطن هو حاجة من اتنين، لا اما تستأصل الانبوبة دي لا اما بنشق الانبوبة لو ما كانش حصل فيها تدمير ولا حاجة، ونشيل الحمل خارج الرحم ونسيب الـ الانبوبة سليمة على اساس انه يحصل منها حمل تاني. ولكن ممكن نربط الانبوبة زي كده وتتشال الانبوبة علشان نمنع الانفجار، حتى لو كانت منفجرة يبقى لابد انها تتشال بالمنظار، ودي عملية بسيطة. ولكن في ممكن علاج دوائي. علاج الدوائي ان احنا بندي عقار اللي هو الميثوتريكسيت اللي هو بس بشرط انه يبقى حجم الجنين او حجم كيس الحمل داخل الانبوبة اقل من 5 ملي علشان يجيب نتيجة ويموت هذا الجنين، وبالتالي ما نضطرش للتدخلات الجراحية. حقن الجهري مشاكله او مش مشاكله الارتباك فيه بقى كبير. مش مشاكله ده فتح كبير، لكن مين الحالات اللي تحتاج حقن الجهري ومين الحالات اللي ممكن اصبر عليها؟ دي ديلمة كبيرة قوي. طبعا هو بص الامور حضرتك لابد انها تبقى واضحة. اولا اي حد انا ممكن اعمل له حقن الجهري، لو حتى بخلف ممكن اعمله، ولكن لو تثابت كده خلاص ده هتبقى زي ما سيادتك بتقول هيصة. فما ينفعش. يبقى اذا الحقن المجهري اعمله لمين؟ اعمله اولا لسبب في الزوج. لما يبقى عندي الحيوانات المنوية عدد وحركة وتشوهات قليلة، او مفيش حيوانات منوية من الاساس في السائل المنوي ولكنها موجودة داخل الخصية. خلاص.
اذا دي هعمل لها حقن مجهري. الراجل ده او الازواج الزوج ده لازم هيتعمل له حقن مجهري ضروري، لانه لم يستجيب للعلاج الطبي اطلاقا. والعلاج الطبي ده لما اقول عليه اقول علاج طبي 3 شهور في 3 شهور في 3 شهور كمان ومفيش اي تقدم اطلاقا. او راجل عنده دوالي وما حصلش وعمل الدوالي وما حصلش تحسن اطلاقا، بس بشرط برضو واساتذتنا بتوع الذكوره يقدروا يقولوا مين اللي يعمل دوالي ومين اللي ما يعملش دوالي. ونيجي نقول بقى بعض الحالات في الرجاله برضو، معلش تسمح لحضرتك، انه ما يبقاش عنده الوعاء الناقل اللي هو الفاز ده، ما هوش موجود. ابسنس فاز ده اتعمل فيلم على فكره، الاستاذ محمود ياسين عمل فيلم كان اسمه جلسه سريه. فيلم كونجينيت الابسنس في كان هو والاستاذ سمير صبري والاستاذه يسرى عملوا فيلم عظيم وده من زمان من زمان وما اتعملش الافلام دي تاني. ما اتعملتش يعني كان في رؤيه، ما يقدرش يخلف. كان في رؤيه دلوقتي بيخلف بان احنا ناخد عينه من الخصيه. ولكن الغريب بقى ان انت لما تلاقي اللي هو الوعاء الناقل ده مثلا اتسد وتقول والله احنا هنعمل عمليه توصيل للوعاء الناقل، يا جماعه العمليه دي نسب فشلها عاليه جدا جدا، يعني حاجه دقيقه جدا جدا جدا, جدا. فاذا احنا بنضيع وقت وفلوس فيها بلا وعندنا طريق تاني، وعندنا طريق تاني نتائجه عاليه. احنا بنوصل بالحقن المجهري دلوقتي ل60 و70%، ودي نسب جميل ممتازة. الحاجة التانية ندخل بقى في الزوجة، لو عندي مشكلة في الأنابيب، هذه المشكلة ثابتة عن طريق أشعة الصبغة وعن طريق المناظير، وبتقول انه في التصاقات او في مية في الأنابيب او في مشاكل اخرى في الأنابيب، يبقى لازم دي هتعمل حقن مجهري. السيدة اللي عندها مشاكل في التبويض، مشكلة التبويض ايه؟ احنا زي ما قلت لحضرتك انه المبيض فيه مخزون، احيانا يبقى المخزون قليل. طيب ما دي مش هنقعد عليها مدة كبيرة علشان دي هتفقد مخزونها قبل الميعاد. ممكن حالات تكيس المبيضين يبقى سبب من اسباب الحقن المجهري، ولكن امتى؟ بعد العلاج بتاع واستنفاذ كل الطرق الطبية في علاجها. الحالات الاخرى اللي هو بطانة الرحم المهاجرة، ودي برضو مهمة جدا ان احنا نعرف ان هي بتتعالج عن طريق الحقن المجاري واطفال الانابيب. اهم حاجة طبعا الانبوبة. الحاجة التانية عندي ورم ليفي، ورم ليفي موجود في الرحم. هذا الورم الليفي قد يكون موجود على ظهر الرحم من فوق، على الرحم من فوق، او جوه عضلة الرحم، او طلع لي جوه تجويف الرحم. لو انا عملت حقن مجاري بيه هيقع، لان الورم الليفي ده بيزود حركة العضلة بتاعت الرحم. اذكر انه في حد ياباني في مؤتمر من سنة كده بسجل حركة الرحم، قدر ان هو يسجل الويفز بتاعت الرحم بالام ار اي في حالة فيها ورم ليفي، لدرجة ان هو في النهاية قال لك اي ورم ليفي شيله. احنا بنقول الاورام الليفية لو كانت في عضلة الرحم حجمها 3 سنتي في اقل ماشي ممكن اسيبها، ولو اكتر من كده لابد انها تتشال. لابد انها تتشال. لو كانت داخلة على تجويف الرحم لابد انها تتشال، وبتتشال بالمناسبة بمنظار الرحم. لو عندي التصاقات داخل تجويف الرحم لازم تتشال الاول، تعد الارضية اللي هيتزرع فيها الجنين. لو عندي حاجز رحمي، الحاجز الرحمي ده مهم جدا جدا انه يتشال بمنظار الرحم قبل عملية الحقن المجهري. ده حاجات مسلمات وبديهيات لابد انها تتعمل. وهنا ده منظار رحم، شايف حضرتك دخل لقى الحاجز الرحمي. الحاجز الرحمي سهل. طيب. شيء عملية سهلة جدا ما فيهاش حاجة. بس انا دلوقتي يعني هسيب الحاجز ده واحط طب هيتحط فيه؟ ولو اتحط مع نسبة الإجهاض هتبقى عالية جدا جدا في الأول. لأنه لو الجنين ده شايف حضرتك اللحمية بتتشال إزاي؟ ده حاجة ما بتاخدش يمكن 10 دقايق. بص ولو استنت سبتها
هتأثر على نتائج الحقن المجاري، هتخليه ممكن يبقى صفر. أستاذنا، من الذي في هذه المنظومة في التعامل مع الحقن المجاري عموما ممكن تديله كارت أصفر، إنذار، خلي بالك أنت بتعمل حاجة غلط، إنذار في الكورة بقى أنت عارف يعني إيه، مقدمة يعني. طبعا. مين؟ والله هما يعني حاجتين. العلاج اللي بيطول بتاع الراجل، والراجل اللي مصر انه ما يعملش حقن مجهري لانه هو متجاهل هذه الست، لانه الست دايما سنها عمال يزيد وخصوبتها بتقل. مع تقدم السن الخصوبة بتاعتها بتقل، يجي في النهاية يفتكر يقول لك انا اعمل حقن مجهري، لا، يبقى ده لازم ياخد كارت اصفر. طيب ده كارت اصفر، ده واحد، ده واحد. في واحد الحاجة التانية يعني اللي احنا لسه قايلين عليها، اللي بيجري يعمل حقن مجهري ويتجاهل الحاجات اللي سيادتك لسه قلت عليها، انه الورم اللي في ده يتشال، انه ويكون هو فعلا محتاج ان هو يتشال، اللحمية لازم تتشال ويكون هو ده فعلا لازم تتشال، الحاجز الرحمي موجود ويكون هو فعلا الحاجز الرحمي، وبعبارة اصح انه لابد ان يكون مش مجرد ان انا بقرأ واقول انا قريت فهعمل حقن مجهري، لا، ده الكارت اصفر كده ممكن نطلع لحاجات كتير جدا جدا. طب ولكن ده هنتكلم. كارت احمر اخير، كارت احمر بقى طرد، مين اللي تطرد؟ سطر هو نطرد الدجالين، نطرد اللي بيضحكوا على الناس باسم الطب، دول محتاجين طرد، لانه هذا المريض متعلق بأشياء وهو بيغرق، هيعمل ايه؟ انا لو مكانه هعمل كده، فارجوك ابعد بعيد عنه. شرف كبير هذه الزيارة الرائعة، وطبعا الكاريزما خاصة جدا وحوار ممتع للغاية، ولا نريد ان ننتهي وهو بداية لبكورة مهمة جدا، اعتقد احنا نستمتع فيها بهذا الاسلوب الرائع جدا التوضيحي جدا، وهنفتح ابواب كثيرة قد تكون مغلقة او عليها كثير من الضباب، والتوضيح سيكون من نصيب جمهورنا العزيز. القيمة العلمية الكبيرة استاذ الاستاذ الاستاذ دكتور عبد اللطيف سويلم، دكتوراه امراض النساء والتوليد ودبلومة الموجات الصوتية من كرواتيا، دبلومة الموجات دبلومة المناظير من جامعة كيلب المانيا، عضو الجمعية الاوروبية والامريكية للخصوبة، رئيس مجلس ادارة مستشفى نور الحياة للخصوبة والعقم. ضيف العزيز، نورتني واسعدتني وشرفتني. ده انا اللي اسعد وسعيد بحضرتك جدا جدا، انت فعلا قيمة عظيمة جدا جدا في عالم الطب وعالم الإعلام يعني، فعلا وده نادر انه نلاقي كده فعلا يعني. شرف كبير لنا هذه الزيارة، خليكم دايما مع الدكتور. Life moves so fast, let's take our foot up off the gas, slow down the motor and relax, have fun, be wild and love, soaking all the little things up. I just wanna make you smile for me, smile for me, all I wanna do is make you, yeah, yeah, I wanna yeah. make you smile for me, smile for me, everything is better when you, yeah, when you smile. اهلا بكم. الحقيقه الاسنان احنا عندنا يعني اتجاه عام في البطنه في الطب كله، احنا نركز جدا مع المرضى نفهمهم ان الاسنان بتضر الجسم كله لو حصل فيها خلل، لو حصل فيها مرض، و اللي طبعا ميكروبات الاسنان اللي ممكن توصل للصمامات القلبيه، دي اشهر حاجه بنخاف منها، انه السنان تلتهب فتترك الالتهاب فيوصل للدم يعمل سيبتسيميا، يعمل تسمم دموي او بكتيريا داخل الدم توصل الى صمام من صمامات القلب في الناس اللي عندها تلفات في الصمامات تعمل التهاب، هنا ده خطر جدا. لكن ايه رايكم بقى ان السنان بتاثر على العينين؟ طيب، والسنان كمان بتاثر على التركيز، وطيب كمان السنان بتأثر على الأنف والأذن، ولذلك الكلام ده في منتهى الأهمية. لو إيه إنه ممكن جدا عدم العناية بالأسنان وبالتالي عدم الغسيل، عدم التعامل مع الأسنان جيدا، بكتيريا تبدأ تتجمع وتبدأ البكتيريا والميكروبات يعملوا نشاط جوه السنان، وخصوصا الخطر في الفك العلوي.
الفك العلوي اصلا اضعف، لانه العظم بتاعه عظم اسفنجي بيخلي البكتيريا والميكروبات سهل جدا انها توصل الى ما فوق الفك العلوي. اختراق البكتيريا والميكروبات للعظم الاسفنجي بالفك العلوي عن طريق كمان الجيوب الانفيه بينشا عن حاجه مهمه جدا او بيؤدي لحاجه مهمه جدا اسمها موت عصب الاسنان. الانسان في الحاله دي هيبقى عنده اسنان اعصابها متحلله وميته. ده هيدي فرصه لبكتيريا ثانيه انها تتكون، فرص اكتر للتخمر والتحلل لهذه البكتيريا او لهذا العصب ولمحيط الانسجه اللي حواليه، وبالتالي هيؤدي الى تكوين صديدي داخل تجاويف الفم او تجاويف الاسنان. ده يؤدي كمان الى تكوين انسجه ميته من اعصاب السن نفسها. دي عباره عن كرات دم بيضاء، واساسا كرات الدم البيضاء ديت تباعا اللي هي الملزمه اساسا بالدفاع الانسان بتموت تباعا، وبيحصل ما يسمى بالباسل فورميشن او تكوين قيح داخل جيوب ما بين الاسنان وداخل السنان نفسها. سهل قوي بقى انه هذه البكتيريا وهذا الالتهاب يمتد الى الانف، سهل جدا انه يمتد الى الاذن. انا اقول لكم على حاجه اخطر، في بعض الحالات النادره سهل جدا انه يمتد الى المخ ويؤدي الى التهاب وتكوين بؤره التهابيه داخل المخ، بس ده في الناس اللي مناعتهم قليله. وحصلت لفنان شهير في مصر انه بسبب اهمال علاج الاسنان حصل له التهاب داخل اغشيه المخ ووصل الى المخ وظل فيه يعاني من غيبوبه لفترات طويله، لكن الحمد لله ربنا شفاه. والقصه تبدا من الاسنان. النهارده حوار بقى ممتع جدا 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 ولطيف، ويعني نقدر نقول هيهم كل بنوته، هيهم كل شاب بيهتم بجمال اسنانه. تجميل الاسنان، التعامل مع تصميم الابتسامه هيكون النهارده محور حواري. والحقيقه زي ما انا قلت لكم انه عمل الاسنان عمل جماعي، فاحنا النهارده معانا فرد مهم، عضو مهم من اعضاء العمل الجماعي داخل شايني وايت. معايا النهارده دكتوره يعني من طراز خاص، شابه لكن تعمل بجد رائع جدا، وفي نفس الوقت لها تاريخ متميز للغايه، واعتقد مستقبل هيكون رائع للغاية. الدكتورة هبة خالد زهير. على قد ما أنا بشيل من اللثة حجم السنان بيزيد معايا. اختراق البكتيريا والميكروبات للعظم الأسفنجي بالفك العلوي بيؤدي لحاجة مهمة جدا اسمها موت عصب الأسنان. استرس الاسنان ده اكشلي يعني من الترانز برضو جديده جدا، ده اكثر انتشارا في الدول العربيه. بتدي البيرفكت لوك اللي شخص بيبقى طالبه. الديجيتال سمايل ديزاين ده بيساعدنا ان احنا نصمم الابتسامه البيرفكت. الدكتوره هبه خالد زهير، ماجستير تجميل الاسنان والعلاج التحفظي جامعه مانشستر انجلترا، دبلومة تجميل الوجه وعلاج التجاعيد لندن انجلترا، المدرب المعتمد لتصميم الابتسامة الرقمي جامعة مانشستر انجلترا، زمالة إدارة الأعمال لندن انجلترا، زمالة التقويم والتجميل لندن انجلترا. ضيفتي العزيزة دكتورة هبة خالد زهير، طبعا أهلا بك دكتورة هبة. أهلا بحضرتك. منورة الدكتور دكتورة هبة. فرد أصيل وعضو قوي في مجموعة شاين وايت ومسؤول عن حاجة مهمة جدا في شاين وايت. أنت مدرب معتمد لتصميم الأسنان الرقمي، أنت مسؤولة عن تصميم الابتسام. أنت البنت بتقعد جنبك أو الشاب بيقعد يقول لك بقى والنبي اعملي لي ابتسامة حلوة، صح كده؟ مظبوط. إيه يعني إيه كلمة ابتسامة قياسية؟ هل في فرق بين كلمة ابتسامة قياسية وابتسامة حلوة؟ لا، هو ما فيش فرق. ان الابتسامة القياسية اكشلي هي بتوصل للابتسامة البيرفكت او المثالية. هي فكرة المعايير القياسية ان احنا بنحط في الاعتبار مثلا حجم السنان مع رصة الاسنان ولونها واتجاهها، فكل ده بيدي البيرفكت سمايل او البيرفكت لوك اللي احنا دايما بندور عليه. لكن في مقاييس
طبعا. يعني انا عندي الاول جزء خاص بالاسنان واللثه، ده بيتم عن طريق ان انا بشوف حالة اللثة وان انا بعالجها وبظبط اتجاه اللثة. يعني مثلا عندي مستوى ارتفاع اللثة على القواطع بتبقى على نفس ارتفاع الاسنان الامامية اللي هي في النص، في حين السنة اللي هي القاطع الوسطي ده بيبقى ارتفاع اللثة فيه اقل. فانا بظبط المعايير دي بحيث ان انا ادي اللوك زي ما هنا برده في الصورة باين ان اللثة بتبقى على مستويات مختلفة بحيث ان هي تديلي الناتشورال لوك. في جزء تاني من الابتسامة خاص بالوجه والجلد والشفايف، ان انا برضو علشان اصمم البرفكت سمايل لازم برضو رصة الاسنان وشكلها يبقى مناسب حجم الوجه بتاع كل شخص. اوكي، فطبعا دي بتتحط في الاعتبار. يعني انا عندي هنا برضو جوليا روبرتس، هي السمايل بتاعتها كبيره واسنانها واسعه شويه، بس ستيل اللوك ده ملائم لحجم وشها فالاوفرول لوك بتاعها بيرفكت. فالمعايير ساندرا بولك برضو نفس البق، مظبوط مظبوط. ساندرا بولك عندهم نفس برضو الفم المتسع قوي، وده على فكره كتير في الجنس القوقازي الامريكي اللي هم الامريكان اللي من اصل ايرلندي او من اصل انجليزي. تمام، هتلاقيهم عندهم الحكايه دي. اوكي، لما اصلا ما هي يعني بنعتبر المعايير القياسيه او الديجيتال سمايل ديزاين ده بيساعدنا ان احنا نحط المعايير اللي تساعدنا نصمم الابتسامه البرفكت، فبيبقى زي جايد. الابتسامة اللثوية واحدة من المشاكل الشهيرة جدا في عالم الابتسامات، وشهيرة في كل حتة في العالم، وفي ناس كتير عندهم ابتسامة لثوية مش عارفينها او مش واخدين بالهم منها. مظبوط. هي الابتسامة اللثوية او الجام سمايل اللي اقدر اقول عليها ان هي لو اللثة عندي ظاهرة بتقريبا اكتر من 3 ملي فوق سطح الاسنان، ودي طبعا بتاثر على ليها سايكولوجيكال افكت او على نفسيه الشخص عامه في الحياه العمليه. عشان كده بدانا احنا نلجا ان نشوف ايه الحلول ان احنا نعالج بيها الحالات دي. عندي في جريدز منها، يعني في درجه قليله او متوسطه او كبيره. الدرجات الكبيره دي بتبقى في الغالب بسبب بروز عظمي، وبيبقى حلها ان انا بعمل تقويم جراحي على قد ما انا بشيل من اللثه حجم السنان بيزيد معايا، بس في الاخر في النهايه بنعملها برضو بالطريقه المطلوبه ان هي تصمم شكل الابتسامه البرفكت ويدي اللوك. عندي كمان في طريقه تانية، اتجاه تاني، ان انا بعالج الجامي سمايل دي عن طريق حقن الباتوكس، وده بيبقى من خارج الفم. بوجه الحقن على العضلة المسؤولة عن الشفة العلوية، رفع الشفة العلوية. مظبوط مظبوط. فبالتالي دي طريقة بسيطة جدا واقل تكلفه، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت خالص، وبتدي ريزلتس كويسه جدا. طب البوتوكس في التجميل معروف انه علاج مؤقت، يعني هيقعد فتره بتاع التجاعيد وخلاص. ده بيشتغل على انه يخفف درجه الانقباض بتاع العضله العلويه، وبالتالي يخلي الشفه تنزل لتحت شويه فتغطي اللثه، صح كده؟ تمام. هيقعد فتره طويله ولا هيقعد فتره قصيره؟ هيقعد قد ايه؟ هو مينلي افكت البوتوكس بيقعد من 4 لـ 6 شهور، وهي فعلا فتره مؤقته. بس لا مانع في الكيسز دي ان انا اخلي المريض ان هو يغير الجامي سمايل دي بطريقه جرادوال، بحيث ان هي ما تبانش للناس، تبان ان هي تحسن ناتشرال او طبيعي. في نفس الوقت ان مهما الايفكت بتاع البوتوكس راح، ما بترجعش حاله الـ 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 الشفايف زي الاول خالص. العكس، ده هي بتبقى بطريقه ابسط. في نفس الوقت لو الايفكت راح، اقدر ان انا اي وقت ان انا
ازوده على حسب الدرجة اللي انا عايز اغطي بيها اللثة. اللثة. هذهب الى الشكل الاشهر في عالم التجميل وهو التبييض. اكتر حاجة في بتهم الناس اللي عندهم مشاكل بسبب الشاي والقهوة والصبغات انهم يعملوا تبييض في اسنانهم، صح كده؟ تمام. ايه بقى قصة التبييض؟ هو التبييض يعتبر من الترندز الجديدة حاليا، الناس بدأت فعلا تتجه لها. بس خليني اقول الاول ان يعني بيبقى ربنا خالق الاسنان كلون بتناسب لون بشرة كل شخص، طبعا كل شخص مختلف عن التاني. في نفس الوقت لون الاسنان من الامام للخلف بيبقى فيه ديجراديشن في الكالر، يعني اللون بيغمق كل ما نرجع للخلف في الاسنان. التبييض من الحاجات الافكتيف قوي ان هي تبيض السنان وتدي في نفس الوقت الناتشرال لوك. بتبقى حاجه بسيطه جدا عن طريق ان انا بحط ماده معينه على سطح السنان تبيض سطح الاسنان بدون اي الم وتدي في الاخر اللوك المطلوب. ميزة التبييض برضو ان هو بيعتمد على الاجهزة الحديثة اللي احنا دايما بنسعى ليها في شايني وايت، ان احنا نجيب حاجات up to date وفي نفس الوقت بيدي نتيجة فورية. بيدي نتيجة فورية في نفس الجلسة. كل اساليب التبييض بتدي نتائج فوريه؟ يعني مثلا انا اسمع الليزر دخل في التبييض ولا ما فيش ليزر في التبييض؟ في ليزر في التبييض برضو بيدي نتيجه فوريه، يعني في نفس الجلسه في خلال نص ساعه فقط اوصل للنتيجه اللي المريض عايزها. درجه التبييض. طيب في حالات ما ينفعهاش غير فينير، خلاص هنعمل تبييض فين يا عم؟ الدنيا بايظه خالص، يعني انت لون غريب مش عارف اجيبه، مش عارف اطلعه ارجعه تاني لحالته الطبيعيه، ولا اي لون ممكن ارجعه لحالته الطبيعيه؟ لا دي هي فرق الفينير ان هو مش بس بيديني اللون المطلوب او درجه اللون اللي انا عايزه اوصل لها، ده كمان بيديني ديزاين جديد للاسنان بحيث ان انا لو عايز اغير الشكل واتجاه السنان طريقه رصه السنان فبيديني براح اكتر او اوبشنز اكتر ان انا اقدر اصمم فيها البرفكت سمايل. لكن الناس اللي ما بتبقاش متضايقه من شكل اسنانها وجاست ان هي عايزه تبيض الكالر بتاع اسنانها، هي دي مينلي اللي بنعمل لها التبييض فقط. طب الفينير الان زي ما بيقولوا قوه كاسحه، قادم بقوه، الناس كلها عايز تعمل فينير. مظبوط. الفينيرز طبعا احنا بنعتمد فيه على الديجيتال سمايل ديزاين او اللي هو التصميم الابتسامه الرقمي، اوكي. فدي طبعا من احدث الترندز الموجوده وبرده بتتعمل في نفس اليوم، اوكي. بتدي طبعا البيرفكت لوك ان انا بصمم الاسنان من حيث الحجم بالديزاين المطلوب، الكونتور بتاعها او طريقه الانجوليشن بتاعتها او الزوايا. مظبوط. الزوايا بتاعتها، طريقه رص الاسنان وقفلتها على بعض، كل ده بحطه في الاعتبار. فبالتالي بتدي البيرفكت لوك اللي الشخص بيبقى طالبه. هذهب ايضا الى الاستراس. ده دي بقى البنات دلوقتي بقت مهووسه، ايه الاستراس؟ استراس الاسنان ده اكشلي يعني من الترندز برضو الجديده جدا. التوينكلز دي او الاستراس او التوينكلز دي في منها اشكال كتير والوان، اللي هي المجوهرات اللي بتتحط على السنان. بالظبط. في حلي. مظبوط. بس ده اكثر انتشارا في الدول العربيه، يعني في الدول العربيه ما فيش كل 3-4 بنات واحده او اتنين حاطين استرسات على سنانهم. فلوس كويس، ربنا يزيد الناس. هنا بدات تدخل الحكايه دي.
مظبوط بدات مظبوط. هو طبعا دي من الحاجات الجديده اللي احنا برضو بنلجا لها وناس كتير فعلا بتطلبها. بس برضو ارجع واقول ان الاكسسوارز الفرايتيز دي يعني هي بتحلي شكل السنان اللي اوريدي موجود. يعني احنا الاول لما المريض بيجي احنا بنعمل له خطه علاج كامله وبنشوف هو محتاج ايه، سواء تبييض او حشوات او علاج لثه. الفريق اللي عمل كله في شايني وايت بيتعاونوا ان هم يطلعوا احسن ريزالتس، ويعني دي زي ما نسميها البونبونيه بتاعت اخر خطوه يعني. مش خطر؟ لا خالص خالص؟ لا خالص، بس لازم يبقى على طول في تنظيف ليها وهو الخير، ما تكونش فيها بكتيريا او التهاب او اي حاجه. مظبوط مظبوط. هو اي خطوه سواء كراونز فينيرز بليتشنج او توينكلز، كل الحاجات دي بتبقى محتاجه عنايه من المريض وطبعا فولو اب مع الكلينيك يعني. بس دي البنات، مفيش راجل يعمل لي ستريس. الراجل اللي يعمل ستريس مش يعني ده محتاج دراسه بقى. بنات ده بنات يعني زي الحلقان، يعني ايه راجل لابس حلق؟ مع احترامي الكل يعني الناس يعني مفيش معايا يتحط لي ستريس كمان تبقى يعني ما مش كده يعني. يعني ساعة ماشي بتاع ماشي كده الحاجات اللطيفة دي ماشي، سلسلة لطيف ما يعني شيء رائع. خلينا نقولك على كلام، عايز اوريكي صورة لحد قديم او ممثلة قديمة، ما اعرفش انت كنت تعرفيها ولا لا، وتقولي لي تعليقك على هذه الفنانة الجميلة اللي كانت في وقتها يعني اسطورة اسطوره. هي اسمها فاطمة رشدي. دي فاطمة رشدي. اوكي ايه رأيك في سنان فاطمة رشدي؟ هي تعتبر اوفرول جميله. بص انا بحكم على السمايل مش بس من شكل الاسنان، انا بحكم على الاوفرول لوك. يعني هي حجم اسنانها مناسب لوشها، مناسب لشفايفها، مع ان هي عندها فرق. أيوة. في السنين دي كانوا زمان بيسيبوه بالظبط، كان زمان بيعتبروه علامه السعد. مظبوط ده اللي هو ايه بقى زمان اللي هو ايه يا حلاوه دي. وهي طبعا فاطمه رشدي دي كانت فلوس وكانت ملكه عماد الدين. فرقة فاطمة رشدي دي كانت رهيبة. انت مش مهتمة بالحاجات دي يعني؟ مش قوي. دي حد مشهور جدا يعني. كانت نجمة في الثلاثينات والاربعينات، لكن عندها جم سمايل على فكرة. انا شفت لها افلام عندها جم سمايل. اوكي. عندها الابتسامة اللثوية موجودة. بس هي جميلة. هي بالظبط ستين. هي اللوك بيعتمد كله ان كله بيبقى متطابق مع بعضه. الوجه والشفايف زي ما قلت حضرتك والاسنان، فما بتاخدش بالك قوي من الديتيلز الدقيقه يعني. دايما عندي سؤال في التجميل، هل انتوا بتاخدوا بالكم من الاطفال ولا لا؟ هو ده سؤالي، وان كنت هعرف بس بعد بسمع السؤال ده. بعد 10 سنين لو سنانه وقعت هترجع تاني ولا لا؟ يعني عايز اعرف انا احافظ عليها ازاي يعني، واغسلها يعني كل يوم. الضيف العزيز الاستاذ المبجل العظيم، هو لابس فانيله الزمالك تقريبا هو بتاعه ماشي. حبيبي برضو. جميل قوي. برضو نجاوبوا على سؤال مظبوط. بالنسبه للاطفال بالذات في السن ده، احنا بنحاول دايما ان احنا ننصحهم ونعودهم من الاول ان هم يغسلوا اسنانهم بانتظام. بنوريهم على موديل كبير ان ازاي يغسل سنانه وطريقه غسلها. برضو المعجون الاسنان نتاكد ان هو ملائم لسنه، وفي نفس الوقت بنوجههم ان هم ازاي يحافظوا على اسنانهم من السويتس او الكانديز اللي هي الحلويات اللي بتضر بالسنان وممكن ان هو تؤدي لفقدانها بشكل مبكر يعني. فدايما النصايح دي هي البيزكس اللي احنا بنمشي عليها. في برضو بالنسبه للاطفال ان احنا بنقوي السنان عن طريق ان احنا نستخدم الفلورايد. وده بطريقه وضعه سهله جدا، ما بتاخدش دقائق، وبيقوي السنان وبيساعد ان هي تبقى محافظين عليها مده اطول. اكيد الاطفال هياخدوا منا وقت كبير، اكيد هناخد
عشان الاستاذ الفاضل الجميل يعني محتاجين الاطفال وهم يتعلموا، لان هم دول هيضمنوا لنا في المستقبل ناس سنانها حلوه. مظبوط. ناس سنانها جيده، ولان ده هيقلل شغلكم بس برضه. دايما عندي اسئله كثيره جدا، دايما الفريق العمل ده اسئله هخليها لك المره الجايه. فريق العمل ازاي بتتفاهموا مع بعض؟ مين هل المساله فيها نوع من الديمقراطيه، كل واحد في موضعه وهو رايه الاهم والاول، ثم بعد كده الكل في واحد عشان نطلع بنتيجه، ولا في حد هيبقى زي ما بيقولوا هو ملك المنطقة؟ هل الزراعة هو الملك؟ هل الجراحة هو الملك؟ هل تصميم الابتسامة هو الملك؟ هل تركيبات هو صاحب الرأي الأول؟ ده من ضمن الأسئلة، لأنه الناس محتاجة تفهم أنه هذا العمل عمل جماعي، عشان كده لازم الكل يتضافر وكله يقدم ويدلي بدل، ولينجح في الآخر النتيجة اللي ترضي البيشنت المريض. مظبوط. نورتيني وسعدت بهذا اللقاء. طبعا أنا مبسوط جدا جدا لما نتقابل مع دايما مستقبل والرؤية الحاضرة، ده مهم جدا في عالم الطب. دكتورة هبة خالد زهير كانت في الدكتور، خليكوا دايما في الدكتور. Every time she roll by like Mayday, screaming Roja Roja. Every time I see her like Mayday, hey, I've been screaming Roja Roja. لفت نظري طبعا الوقعات دي كلها كسور جباره يعني، لان الوزن نفسه اللي كانت بتعمل الصامل سولت ديت ما خدتش بالها ان ايديها مش هتقدر تشيلها، ما قدرتش عملتها، كانت بتعملها زمان لما كانت رفيعه. طبعا الشولدر ديسلوكيشن اللي هي خلع الكتف ده اكيد مصير البنيه الطيبه اللي وقعت وهي فرده دراعتها، لان وزن زياده جدا. العيله خدتوا بالكم ان الست بترقص والعيله طلعت، فالولاد اللي طلعوا مع العيله، معلش يعني لو شفنا الجزء الاخير تحديدا هتلاقوا العيله كلها تخان، الولادها كلهم تخان زيها، ما فيش مشكله خالص، كلهم تخان. فهنا الكارثه في انك انت اهو هتشوفهم اهو، بص هي بترقص اهي اهي، هي تخينه جدا اوفر اوبيس، بص ابنها اهو ده طلع واللي وراه الاثنين تخان، الاثنين فل اهو الاثنين ايه دي، طبعا دي كسر بس خلاص كفايه قوي كده. طبعا الناس دي غلابة على فكرة يا جماعة، الناس دي غلابة جدا يعني، الناس اللي هي بتتبهدل في وقعاتها بالشكل ده بيبقى معظمهم عندهم اعتقاد بالرشاقة، عندهم اعتقاد ان هم كويسين يقدروا يوفركاموا، يقدروا يقاوموا المشكلة ويقدروا يعملوا زي غيرهم واقرانهم. ما يعرفوش ان السمنة ليها مضاعفات كتيرة جدا بسرعة شديدة، مضاعفات السمنة للمرة 5000. السمنة تؤدي الى مشاكل في القلب، وتؤدي الى مشاكل في السكر، وتؤدي الى مشاكل خاصة بالانسولين، تؤدي الى كوارث زي ما هنشوف دلوقتي. السمنة تؤدي الى العديد من المشكلات، احنا طبعا كله مرتبط بخلايا دهنية كتير موجودة مغلفة ومؤثرة في الجسم كله تحت الجلد. كلمني على القلب، كلمني على مشاكل القلب المرتبطة بالسمنة، ارتفاع ضغط الدم، تصلب الشرايين، مشاكل خاصة بالتنفس، اللغد الجبار ده هيخلي الإنسان ما يعرفش يتنفس ولا يتحرك، عمود الفقري ومشاكله، ضيق الشرايين وفرص الإصابة، القلب والسكر. كل ما الوزن يزيد، كل ما أنت بتتكلم على كميات دهون متراكمة، بتوصل بقى الدهون دي إلى أنها تعمل كل المشكلات اللي ممكن تتخيلها. يعني ممكن اول حاجه من المضاعفات اللي انا عايز اتكلم عليها النهارده مقاومه الانسولين، تاخد انسولين عندك سكر وتاخد انسولين مهما تاخد ما يقللش مستوى السكر. الله ليه؟ ما تعرفش الاتار الخلايا الدهنيه بتقاوم الانسولين، ما هو الانسولين مش عارف يتحرك. ايضا السمباثيتك نيرفس سيستم بيزيد، ولذلك الضغط بيعلى. دي من احدث الحاجات اللي مرتبطه بالسمنه. وجدوا ان السمنه بتزود الادرينالين، بتعمل استثاره
للادرينالين في الجسم وجهاز الادرينالين. دي بقى مهمه قوي، مع السمنه بتزيد الاوعيه الدمويه. وطبعا ده يفسر لي ليه انه ممكن جدا مع السمنه يحصل التهابات كتيره، ويحصل نزيفات تحت الجلد خفيفه صغيره تؤدي الى انفكشن وعدوى، وبالتالي نقدر نقول ان الخلايا الدهنيه او النسيج الدهني نسيج بطبيعته ملتهب. الحوار سيكون مهم للغايه مع قمه من قمم جراحات السمنه مش في مصر، في الوطن العربي، واستاذ الاساتذه في هذا المجال. واعتقد ان الحوار النهارده كله جديد في جديد، الاستاذ الدكتور محيي البنا. هدفنا هو ان احنا نحسن الصحه العامه للمريض. بالنسبه لعمليه تحويل المسار، هي عمليه لعلاج مرض مريضة السمنة المفرطة تسترد قدرتها الإنجابية. معظم الأطفال اللي عندهم سمنة مفرطة يبقى عندهم صغر عطاء تناسلية وهرمون الذكور عندهم قليل. عنده مشكلة أخطر بكتير قوي من إن إحنا نسيبها ونقول لا ده لسه صغير. الأستاذ الدكتور محيي البنا، أستاذ جراحات السمنة والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الأمريكية، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة، وعضو الرابطة الدولية لجراحات السمنة، سكرتير الجمعية المصرية لجراحات السمنة. الاسم الكبير والأداء الرائع، وطبعا واحد ممن حملوا على عاتقه بناء جراحات السمنة في مصر، أستاذنا الأستاذ دكتور محيي البنا. منورتوا. أهلا بك دكتور أيمن. منورنا السادة المشاهدين. لفيديوهات جميلة جدا وفيها أكتر من معنى. أولا أنه مرضى السمنة المفرطة نفسهم يعيشوا حياتهم، ونفسهم يندمجوا في المجتمع، ونفسهم يعيشوا زيهم زي غيرهم، لكن مش مقدرين المخاطر المحيطة بيهم، بالذات مشاكل العظام، مشاكل العمود الفقري، مشاكل المفاصل خطيرة جدا بسبب السمنة المفرطة. وأي حركة غير سليمة طبعا تؤدي إلى كسور، تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا في العمود الفقري، في الفقرات، في المفاصل، بالذات مفاصل الركبة. النهاردة كتير من دكاترة العظام بيرفضوا ان هم يعملوا عملية تغيير مفصل قبل ما المريض ينزل في الوزن ويبقى في المعدل الطبيعي في الوزن. النقطة التانية هي هم بيحبوا يعيشوا عادي، هو نفسه يعيش حياة طبيعية، ونفسه يلعب، هي نفسها ترقص. دي نفسها طبعا دي وقعة، دي اصابات خطيرة جدا، اصابات خطيرة جدا ومضاعفات خطيرة جدا. دي ما خدتش بالها، دي مش واخده بالها ان هي محتاجه نظام معين في الحركه، ان الجهاز الحركي مختلف. فرق بين العمود الفقري وهو يحمل وزن طبيعي 70 80 كيلو لحد 100 كيلو، وبين عمود فقري بيشيل 150 كيلو او 200 كيلو. طبعا القدره الحركيه مختلفه. النقطة الثانيه المهمه جدا في الفيديو ده فكره the healthy obese، لانه كان في وقت من الاوقات بنقول ان احنا بنعمل العمليات للي عندهم موربيد اوبيزيتي، يعني اللي عنده سمنه مرضيه، سمنه ادت الى حدوث امراض. فكانوا يقولوا طب ما هو مريض، في مرضى بالسمنه ما عندهمش امراض، ده مريض عنده سمنه بس ما عندوش اي حاجه، ما عندوش سكر، ما عندوش ضغط، ما عندوش اي حاجه، يبقى ليه يعمل عمليه؟ هنا احنا شايفين ان الهيلثي اوبيز بيحاول يعيش حياته الطبيعيه، وشايفين حجم الخطوره المحيطه بيه حتى وهو بيحاول يعلي من لياقته البدنية. لأن الأبحاث العلمية أثبتت أنه مريض السمنة النهاردة لو ما عندوش أمراض النهاردة هو في طريقه لظهور أمراض المصاحبة للسمنة، أولها السكر، طبعا الضغط، أمراض الشرايين، أمراض القلب، الكوليسترول والدهون الثلاثية، أمراض كتير جدا أخطرها اللي بنسميه الميتابوليك سيندروم، اللي هي بنسميها متلازمة خلل التمثيل الغذائي أو متلازمة الخلل الحيوي. ودي غيرت النظرة لجراحات السمنة، بعد ما كنا بنسميها obesity surgery أو bariatric surgery يعني جراحات سمنة أو جراحات لتقليل الوزن، النهاردة بنسميها metabolic surgery، هي جراحات لتصحيح خلل في التمثيل الغذائي، هي جراحات لتصحيح خلل هرموني موجود في الجسم، هي جراحات لتصحيح مرض السكر اللي هو بيجمع كل او مظهر من مظاهر الخلل في عملية التمثيل الغذائي والخلل في المنظومة الحيوية في الجسم. ليه السكر والسمنة بقوا الاثنين مرتبطين هذا الارتباط الوثيق لدرجة ان احنا دلوقتي ما عدناش بنجيب سيرة السكر الا بنقول معاه سمنة والعكس؟ هو كتير من الاتجاه كان
علاج السكر، وكنا بنشوف ان كتير من مرضى السكر لا يستجيبوا لعلاج السكر، يبتدي بادويه اقراص وبعدين الاقراص ما تجيبش نتيجه، يبتدي الانسولين، جرعه الانسولين لا تكفي، نزود جرعه الانسولين وهكذا. بعض مرضى السكر بياخدوا 4 أو 5 ادويه انسولين مع اقراص مع ادويه كتير جدا عشان يقدر يظبط نسبه السكر في الدم، وعاده ما بيقدرش برضه. الاكتشاف انه السمنه هي المرض الحقيقي، هي السبب، ان السكر ده مرض ثانوي، هو مرض من الامراض اللي بتسببها السمنه. فالمشكله الحقيقيه موجوده في تراكم الدهون في الجسم، اللي هو نقدر نسميه مرض تضخم النسيج الدهني في الجسم. زي ما في تضخم في الكبد، تضخم في الطحال، تضخم في اعضاء مختلفه في الجسم، في تضخم برضو في الدهون، تضخم في النسيج الدهني. تضخم النسيج الدهني ده بيعمل الانسولين ريزيستنس اللي حضرتك اتكلمت عليه، اللي هو مقاومه الجسم لتاثير الانسولين، سواء الانسولين الطبيعي اللي بيفرزه البنكرياس او الانسولين الدواء اللي المريض بياخده. وعلشان كده يعني ده هو طبعا مع الفرق طبعا خلت ربنا ما فيش زيها، بس هو في الاخر انسولين هيومن انسولين. نقصد انه المريض في بعض المرضى لسه ما جراش عنده سكر لكن عنده سمنه، هو بتتكون عنده، بيتبني عنده مقاومه الانسولين، هو معرض لمرض السكر. لدرجه ان النهارده في ابحاث بتتكلم عن عمليات جراحات السمنه اللي لازم نسميها بقى ميتابوليك سيرجري دلوقتي، اللي هي عمليات تصحيح الخلل الحيوي، عمليات تصحيح خلل التمثيل الغذائي، نعملها للمريض اللي عنده بري دايابيتس، المريض المقبل على السكر، اللي لسه او ليتنت دايابيتس، العيان اللي لسه ما ظهرش عنده السكر، اللي هو تحليل السكر صايم عنده يطلع اعلى من الطبيعي واقل من تشخيص السكر. احنا مشخص السكر عند 126، لو مريض فاستنج بلاد شوجر، سكر صايم عنده تحليل طالع ما بين 100 و 126 ده بري دايابيتس، يجب انه يفكر اذا كان عنده سمنه مفرطه انه انا اوان انه يعمل عمليه من عمليات السمنه المفرطه عشان يتجنب ظهور السكر، هو في الطريق الى ظهور السكر. وعشان كده هي دي عمليات مش بس لتقليل الوزن، هي عمليات لتصحيح خلل هرموني في الجسم. قبل ان نذهب الى السؤال هقول برضو حاجه ضمنا من السؤال اللي هنسمعه دلوقتي. احنا عندنا حاجه في السكر اسمها بوتنشال دايابيتيك، اللي هو محتمل جدا يكون السكر. عايزك حضرتك برضو بعد السؤال اللي هنسمعه ده تقول لي لو هو عنده سمنه، وهنشرح للناس يعني ايه واحد عنده احتماليه انه يكون عنده سكر. عنده اخوه توأم جاله سكر، عنده البوث بيرنت ار دايابيتيك، ابوه وامه الاثنين كان عندهم سكر، وهو عنده سمنه ودلوقتي ما عندوش سكر خالص ومش في القياس بتاع البري دايابيتيك ده، هل نرشح له عمليه من عمليات تحويل المسار، من عمليات السمنه وتاكل تحويل المسار؟ ده برضو من ضمن السؤال، حطه الى جانب هذا السؤال الذي سنستمع اليه. تسعين في المية من المصابين بمرض السكر من النوع الثاني بيكونوا كمان مصابين بالسمنة حسب موقع ويب ميد، وفي الغالب بتكون السمنة هي السبب في مرض السكر، وكمان عامل خطر لأنها بتزود مقاومة الإنسولين وبتعقد الحالة زيادة. العلاقة بين مرض السكر والسمنة معقدة ومتداخلة، وخصوصا لو اتطورت الحالة مع انتشار عمليات تحويل مسار المعدة. يعتقد بعض الباحثين ان المريض مع فقدان الوزن مرض السكر بيتحسن بنسبة كبيرة، ممكن توصل احيانا ل 80%، لان البنكرياس مع الوقت بيستعيد نشاطه وبيقدر ينتج الانسولين بنفسه بدون احتياج لأدوية. هل يا ترى ممكن نعتبر عملية تحويل المسار فعالة ايضا في علاجات مرض السكر؟ وهل هتكون فعالة في بعض الحالات ولا بعض الأشخاص هيستجيبوا والبعض لا؟ والنجاح بيعتمد على إيه؟ ويا ترى المريض هياخد وقت بعد العملية علشان يشفى من السكر؟ وهل صحيح إن جراحات السمنة بتشفي كمان مرض السكر من النوع الأول؟ الحقيقة مجموعة حزمة أسئلة كتير جدا، عايزة مجموعة حلقات أسئلة بالظبط كده، هلات كتيرة، وهنحط لهم بقى كمان حطهم حضرتك في الآخر السؤال بتاع البوتنشال دايابيتس لأول مرة نطرحه. أنا عاوز أقول إنه كل مرضى السكر من النوع الثاني اللي بيعانوا من السمنة بيستفيدوا جدا من عمليات تحويل المسار وتكميم المعدة عند بعض المرضى. نسبة نجاح تحويل المسار في حدود 90% في تحقيق الشفاء من مرض السكر.
من النوع التاني. تكميم المعدة نتيجتها في حدود 66%. هل نعتبر عمليات جراحة السمنة عمليات مفيدة أو كأحد علاجات مرض السكر؟ أنا عاوز أقول أن في مؤتمر تعمل في لندن 2015 في سبتمبر 2015 اسمه Diabetes Surgery Summit، وده كان تاني مرة القمة العالمية لجراحة السكر. ويمكن بعض الناس لما نسمع جراحة السكر كنا زمان بنتصور جراحات القدم السكري، جراحات الأوعية الدموية. النهاردة لما نتكلم على جراحة السكر احنا بنتكلم على عمليات جراحة السمنة، بتتسمى النهاردة Diabetes Surgery، عمليات جراحية لعلاج مرض السكر. ودي ثورة علمية، انه محدش كان يتصور ان السكر له علاج جراحي. السكر دايما احنا عارفين علاج دواء، تنظيم غذائي، بعض الرياضة، لكن ان احنا نصل الى انه عندنا النهاردة عملية تشفي مرض السكر بنسبة 90%، دي حاجة ما كانتش متصورة من مدة قريبة جدا، يعني من سنين قريبة ما كناش نتصور كده. بناء على كده ممثلين ل 45 جمعية طبية، تلتينهم من اطباء واستشاريين واخصائيين وخبراء في السكر والامراض الباطنية، تلتهم بس من الجراحين، وده بيدي اهمية كبيرة قوي للاجماع ده. عملوا consensus statement، يعني بيان توافقي حوالين دور عمليات جراحة السمنة في علاج مرض السكر وفي تحقيق الشفاء من مرض السكر. اللي اتنشرت في يونيو 2016 في مجلة علمية كبيرة جدا اسمها Diabetes Care، دي المجلة الرسمية للجمعية الأمريكية للسكر الـ ADA، ودي أكبر جمعية سكر في العالم. البيان ده حط قاعدة مهمة جدا، انه جراحة السمنة سواء تحويل المسار رقم واحد، تكميم المعدة رقم اثنين، يجب انه طبيب السكر او طبيب البطنة يقدمها كبديل لمريض السكر من النوع الثاني اذا كان مؤشر كتلة الجسم بتاعه 30 فاكتر. 30 كان 35 الاول، كان 35 كلام. من سنين كنا بنقول 35 لازم مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 35 ويكون معايا سكر من النوع الثاني. النهاردة احنا بنقول مؤشر كتلة جسم 30 مع سكر من النوع الثاني، هذا المريض يستفيد جدا من عملية من عمليات جراحة السمنة، تحويل المسار 90% نسبة شفاء من السكر، تكميم المعدة 66% نسبة شفاء من السكر. وده تصنيف السمنة بناء على مؤشر كتلة الجسم اللي هو البي ام اي. عشان نبسطها، احنا لو قلنا واحد طوله او واحدة طولها 160 سنتي، لو وزنها زاد عن 78 كيلو، هذه المريضة مؤشر كتلة الجسم بتاعها زيادة عن 30. فاذا كان معها سكر من النوع التاني ومؤشر كتلة الجسم زيادة عن 30، يعني حوالي 20 كيلو زيادة عن الوزن المثالي، تستفيد جدا من عملية تحويل المسار او عملية تكميم المعدة. احنا كنا كمان كان يعني السؤال اللي كان بيدور في اذهان الناس وكتير من الاطباء، هو مرض السكر ده مرض موجود في الدم، ده مرض اندوكراين، ده مرض هرموني، مشكلة في البنكرياس، طب ليه بتعملوا العملية في المعدة والامعاء؟ ايه علاقة المعدة والامعاء بالموضوع؟ هنا تحويل المسار اهو، احنا بنفصل جيب من المعدة عن بقية المعدة وبنوصل الجيب ده بالامعاء الدقيقة، توصيلة واحدة، ده اللي بنسميه التحويل المصغر، والتوصيلة دي على بعد مترين من بداية الامعاء الدقيقة. اللي توصل اليه العلماء وكتير من الخبراء انه الجهاز الهضمي هو عضو هرموني، هو كمان اندوكراين اورجان، هو عضو من اعضاء الجهاز اللي بنسميه الغدد الصماء، لانه بيفرز هرمونات، في هرمونات كتير جدا بتطلع من الجهاز الهضمي كله، من ابتداء من المعده الحقيقي كل الجهاز الهضمي. ومشكله السكر مش مشكله انسولين بس، احنا مشكله اكل، كيف يتعامل الجسم مع الاكل، مع الطاقه، والطاقه دي جايه من الاكل. اذا هنا في دور للجهاز الهضمي، الاكل بيمر على الجهاز الهضمي قبل ما يوصل للدم، قبل ما يوصل الجلوكوز للدم ويبتدي علاقه الانسولين بالجلوكوز. فازاي نقول لا الجهاز الهضمي ملوش علاقه، المعده والامعاء ملهاش علاقه، ده المعده والامعاء في قلب الحدث، هي محور
المشكلة. أولا بتفرز هرمونات الأكل داخل عن طريق المعدة والأمعاء، وعشان كده عملية تحويل المسار هي عملية لتصحيح خلل هرموني موجود في الجسم. الخلل ده متورط في الجهاز الهضمي، متورط طبعا متورط في الجهاز الهضمي ومتورط في الخلية اللي بقت مقاومة للإنسولين اللي هي النسيج الدهني، الخلية الدهنية. وعشان كده احنا بنعمل هذا النوع من العمليات. هنا يجي دور هذه العمليات. وده برضو رد على الناس اللي بتقول حرام دي العملية دي حرام، انتوا بتغيروا في خلقة ربنا. لا، ده احنا بالعكس، ده اكتشاف علمي، اكتشفنا ان الجهاز الهضمي قد اصبح فيه خلل، ما بقاش بيشتغل بشكل سليم، بقت المنظومة فيها مشكلة، والمنظومة تبدأ من الجهاز الهضمي، تبدأ من المعدة والامعاء وبعدين قبل ما يوصل الجلوكوز للدم، عشان التركيز كله كان على الانسولين والجلوكوز. ما هو الجلوكوز جاي منين؟ جاي من الاكل. مين بقى مريض السكر اللي يناسبه عملية تحويل المسار او النوع الاول؟ ده سؤال مهم جدا. هو انا عايز اقول النهارده برضو السؤال بتاعي ما تنسوش يا دكتور، اللي هو البوتنشال ده مهم جدا. النوع الاول الحقيقه عليه ابحاث ودراسات، والنهارده في كلام انه بعض مرضى النوع الاول اذا كان عندهم سمنه مفرطه يحتاجوا عمليه من عمليات السمنه المفرطه لتقليل الوزن. مش هيخفوا من مرض السكر، بس هيبقى الكنترول على السكر اسهل، لان هو بقى مش بس عنده سكر من النوع الاول، لا وعنده سمنه، فلما يتخلص من السمنه تخلص من جزء من العبء. يعني هي المشكله لانها مشكله هرمونيه، خلل في التمثيل الغذائي، وزي ما قلنا الجهاز الهضمي متورط في الخلل ده، هو جزء من هذا الخلل، فاحنا بنصحح جزء من المشكلة. انما مش هنقدر نقول ان هو بيخفف السكر من النوع الاول، هو على الاقل هيشيل عنه السمنة، يخففه من السمنة، فيبقى ممكن جرعة الانسولين اللي بياخدها تقل شوية، المشاكل الناجمة عن السكر، مضاعفات السكر ومشاكله تقل شوية. اللي عندهم احتمالية سكر البوتنشال ده البوتنشال دايابيتك نشرحها للناس تاني. اللي عنده سمنة مفرطة وبدأت في تحاليله يظهر ان السكر الجلوكوز عنده اعلى من المعدل الطبيعي، سواء وهو صايم او لم اللي هو التحليل اللي بعد ساعتين او تحليل سكر فاطر. هنا بيبان اللي عنده احتمالية السكر. واللي عنده كمان بوث بيرنت ار دايابيتك، ابوه ووالدته، اثنين والده ووالدته اثنين عندهم سكر، او اخوه التوأم عنده سكر. التاريخ العائلي مهم جدا في المرضين، مرض السمنة ومرض السكر. فإذا كان مريض عنده فعلا سمنة، هو مريض بالسمنة وعنده الأب والأم أو الاثنين، واحد منهم أو الاثنين عنده سكر، فده طبعا عنده احتمال كبير جدا أنه يجيله سكر. فهو مش لازم ينتظر لما يحصل السكر بمشاكله ومضاعفاته عشان يعمل عملية. هو لابد أن يتخلص من السمنة مبكرا، لأنه كده تجنب انه يجيله سكر. طيب، في اعطينا للسكر حقه كما يقولون، لكن لم نعطي ابدا للضغط كمرض اخطر بكتير انا شايفه من السكر، لانه يعني الضغط ممكن يعمل سادن ديث بسهوله شديده جدا كمرض. هو سايلنت كيلر جدا يعني. صحيح. هو السكر طبعا بياخد الاهتمام بسبب مضاعفات السكر، لانه مرض مزمن بيلازم المريض حياته كلها، ومضاعفاته بتظهر بعد 10 سنين. لكن احنا لازم ناخد بالنا ان في ميتابوليك سندروم، متلازمه خلل التمثيل الغذائي اللي داخل فيها الضغط وداخل فيها الدهون الثلاثيه والكوليسترول، لانه النهارده كل الحاجات دي كمان بتمثل خطوره على الجهاز الدوري، على القلب، على الاوعيه الدمويه، ونسميه كارديو ميتابوليك ريسك. العينين دول بسبب الضغط، بسبب الكوليسترول والدهون الثلاثيه، عندهم مخاطر لتصلب الشرايين، اصابه بامراض القلب، ذبحات، حاجات متنوعه، جلطات في الرجلين واحيانا جلطات في القلب. فطبعا في خطوره شديده جدا من الضغط ومن الكوليسترول ومن الدهون الثلاثيه. واحنا عارفين ان كل دي من الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. ما هو الشيء الذي ازعجك جدا في الفتره الاخيره فيما يتعلق بالحوار عن جراحات السمنه؟ ازعجك جدا. جراحات السمنه فيها مشاكل كتير جدا النهارده. واحده من المشاكل ان احنا بنسمع كلام بيتردد قدام المرضى وليس له اساس علم. يعني بسمع كلمه اسمها التدبيس الحديث، وبيجي لي المريض ومريضه ويبعتوا لي على الفيسبوك وبيكلموني في التليفون وبيجوا العياده ويقولوا احنا عاوزين نعمل التدبيس الحديث. شفت اعلان على الفيسبوك. مفيش حاجه اسمها التدبيس الحديث، هو التدبيس المعده
انتهى وبطل عالميا. عندنا عمليات معتمدة، تحويل مسار، تكميم معدة، الباند اللي هي حلقة المعدة ما زالت عملية معتمدة ولو ان بيقل استخدامها في العالم كله. في حاجات بقى كشكشة المعدة، تدكيك المعدة، تدبيس حديث، كل ده كلام يعني ما ليس له اساس علم. بطل تمام. الخيمة العلمية الكبير واستاذنا استاذ دكتور محي البنا، استاذ واستشاري جراحات السمنة والجهاز الهضمي، الاستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الامريكية وعضو الجمعية الامريكية لجراحات السمنة والرابطة الدولية لجراحات السمنة وسكرتير الجمعية المصرية لجراحات السمنة. كم نسمع من طرحات ومن اطروحات غير علمية على الاطلاق اسمعها وصداها او صوتها يصم الاذان. ارجوكم حددوا وقيموا ويكون في ميثاق عمل إعلامي يضمن أن الحوار يكون من أطباء لأطباء، من غير كده بيكون حوار أشبه بغثاء السائل. غثاء السائل مش عارف هو إيه بالضبط، بس أنا هسأل عليه. خليكم دايما مع الدكتور. أهلا بكم كالعادة، يوم جميل رائع مليء بالمعلومات مليء بالعلم، لكن خلينا أقول لكم إحنا بنغلط في حق ظهرنا غلطات قاتلة في الشيل وفي القعدة في حاجات تانية كتير، وما زلنا بنغلط، ولا استثني أحد، الكبير والصغير، الدكتور والعامل البسيط، الصغير، الشاب اللي لسه عنده اعتزاز بقوته فتوانته وعنده ثقة في عضلاته، والناس اللي عندها هشاشة عظام واللي عندها ضعف عضلات واللي تقدم بهم السن. تعالوا نشوف مع بعض الشيل. الشيل قصة كبيرة قوي، كتير منا بيتفتون، كتير منا بيتهور. يعني واحد عامل وقد يكون برضو شغال في بي في شغل يدوي تهور وبدأ يشيل، باين ان ظهره بيحذره لكن هو مش مستجيب للظهر، عمال يبص له والظهر غضبان، يعني بيغضبان عليه بيقول له يعني انت شكلك كده هتعمل كارثه، فتتحدى ظهره وتحدى كل شيء وشال طبعا الظهر. خلاص بدا يئن توجعا وهو بدا يتنبه، والظهر طبعا هنا في نظرات تعجب متبانيه بينهم وبين الاثنين، رغم انه كان عنده فكره ثانيه خالص. يعني قال له يا عم ما هو في ادوات، هشوف ظهره بيحب اهو ليه، لانه هو استخدم اداه اسمها الحامل. الجلوس الخطأ، في احنا اساتذه في الجلوس الخطأ، كل دول مبسوطين، ده مبسوط وده مبسوط وده مبسوط لانه في سبورت، لكن ده قاعد شوف قاعد مايل على جنبه الشمال، وده قاعد مايل على خده الشمال، ودي قاعدة حاطة رجل على رجل ونزلت بظهرها لتحت. طبعا هنا بدأ العمود الفقري ينظر رعبا وألما، وده كده كده عشان الواد دخين طبعا متضايق، وده برضه حزين، كلهم حزانه. الظهور هنا بتحس يا جماعه يعني في تعقيب، وطبعا يعني على طول اهو يعني بتحذروا ارجوك ما تعملش حاجه غلط. في ناس بتلعب بلاي ستيشن كتير دلوقتي، اللي بيلعبوا بلاي ستيشن في لعبه البلاي ستيشن الكلاسيكيه على الشمال دي، قاعد نايم غلط عمال يلعب بلاي ستيشن وفي نفس الوقت ظهره باظ خالص، والتاني بيلعب رياضه ظهره مبسوط جدا لانه بيلعب رياضه وهو بيلعب بلاي ستيشن او بيلعب حاجه اسمها وي. خلينا النهارده نعيش مع الظهر والعمود الفقري ومشاكل العمود الفقري والعوامل التي تلعب دور مهم جدا في تحسين العمود الفقري او التي تضر العمود الفقري. ضيف عزيز عليا جدا، قيمه علميه كبيره واسم كبير في عالم جراحات المخ والاعصاب، وطبعا صاحب بيد ماهرة في هذا المجال، وهيكلمنا النهاردة عن طبيعة العمود الفقري والعوامل التي تتدخل فيه، وطبعا الاسم الكبير الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، الأستاذ بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، أحد الأسماء الكبيرة في هذا المجال مصريا وأيضا عربيا وعالميا. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور. هل العمود الفقري ممكن يبتسم ويضحك ويبكي ويتألم يعني الأنيميشن ما كتبش؟ لا ما كدبش خالص، العمود الفقري هو بيضحك ويبتسم ويخلينا نضحك ونبتسم، ويوم ما يحزن بيخلينا احنا كمان نحزن. يعني الحقيقة يعني اكتر الناس احساسا بالالم اللي هم يعانوا من مشاكل في العمود الفقري، وساعات بتبقى الام العمود الفقري الام رهيبة جدا لدرجة البكاء. يعني في ناس بتعيط انها مش قادر يدخل، مجرد انه يدخل الحمام ولا قادر ينزل شغله ولا قادر يقوم بالوظيفة الاساسية بتاعته. يعني ست البيت ما عادتش قادرة تخدم أولادها، مش قادرة تقوم للمدرسة وداخلين على المدارس، مش قادرة تقوم تجهز حاجة البيت اللي هو الأعمال البسيطة جدا اللي هي كانت بتقدر تقوم بيها كل يوم، النهاردة بقت بتعجز عنها. الشق الآخر في الألم هو الألم النفسي،
الاحساس بالعجز، الاحساس بالعجز، يعني ان انا حسيت ان انا ما عدتش بقدر اقوم. طب ما انا كنت طول عمري بهد الجبال، يعني دايما الكلمه اللي بتوجع الواحد كتير جدا من الناس وبيسمعها يقول لك انا عمري ما اشتكيت، انا عمري ما رحت للدكتور، انا عمري ما كنت بقدر اقعد، انا دايما طول عمري بشتغل. فبالتالي العمود الفقري الحقيقه يعاني، واذا عانى العمود الفقري تتحول حياتنا الى مشاكل، يعني مشاكل تبدا بوجع انا مش مستحمله، عطله في العمل انا مش قادرها، تتتابع سلسله المشاكل والاخطاء، هبدا اخد علاج. واحنا محترفين في اخذ العلاج الحقيقه، نبدا ناخد علاج مع نفسنا بوصفاتنا البلديه، وصفاتنا الطبيعيه، وصفاتنا من عند الصيدلي الغير متخصص، ونبدا نعبي مسكنات، نوصل في الاخر الى التهابات في المعده، قرحه المعده، قرحه الاثنى عشر، تليف الكبد، نزيف المعده، مشاكل كتيره جدا. وفي الاخر احنا ما خفناش، لان انت كل السكه اللي انت مشيتها انت بتفكر في حاجه واحده بس، بتفكر في الالم وعايز اضيع الالم، ما فكرتش ايه اللي جاب الالم. ودايما هي مشكلتنا مع العمود الفقري هي معرفه سبب المشكله، يعني للاسف الشديد، يعني تعاطي حتى بعض الاطباء، يعني تعاطي بعض الاطباء او تفكيرهم في العمود الفقري هي ان انا بس الغي الالم، وده مش صح. الالم مش هيتلغي حتى لو قدرت حضرتك، انت عارف زي ما واحد يبقى عنده حفره في الارض وكل اللي عمله جاب سجاده حلوه وحطها عليها او ورق جورنان وغطاها، انت ما لغيتش الحفره، واي حد هيجي في المنطقه دي هيقع. يعني دايما هي مشاكلنا مع العمود الفقري هي مشاكل مؤجله الى ان تظهر، ساعات ما بنعرفش نحلها، ساعات بيبقى الحلول صعبه جدا، لان العمود الفقري هو عباره عن وحدات متراكبه فوق بعضها، كل وحده تؤدي الى وظيفه. لما يحصل خلل، يعني ده عمودنا الفقري، هو عمودنا الفقري مجمع عباره عن 7 فقرات عنقيه، 12 فقره صدريه، 5 فقرات قطنيه. والحقيقه الفقرات القطنيه واخصها بالذكر دي اغلب فقرات عندنا، يعني الغلبانه جدا بتاعتنا، لان هي اللي شايله الجسم ده كله، وهي يقع عليها كل الناس. يعني تلاحظ حضرتك كانت كل الصور والعيون الغضبانه بتاعت العمود الفقري كلها كانت في المنطقه القطنيه. سبحان الله، صحيح. يعني ولا انيميشن تعرض للفقرات الصدريه لا تعاني، يعني معاناه الصدريه بسيطه جدا، العنقيه اقل معاناه، لكن القطنيه هي دي الكارثه، لان هي اللي شايلانا، وهي الغضاريف بتاعتها مجرد ما يحصل فيها مشكله تبدا على طول تخرج وتضغط على العصب وتدخلنا في سلسله الالام. الغضروف العنقي الحقيقه يعني دايما بيعبر عن نفسه بسرعه قوي، صوته عالي جدا. الغضروف العنقي مجرد ما يجي الم رهيب جدا في الرقبه، الم في الكتف، الم في الدراعات، تنميل وخدلان وتقل، وما عادش اعرف اعمل حاجه بايديا، يعني بمسك الحاجه بتقع، السكينه بتقع، المعلقه، الالم، خلاص ما عادش قادر استخدم ايديا. فالغضروف العنقي صوته عالي، فدايما بينبه الناس ليه، يعني الحق بسرعه، ويبدا كمان ياثر على الحبل الشوكي مباشره، فتبدا مشاكلنا مع الحركه تبان. يعني يبدا بقى ايه، اصل انا مش قادر امسك بايديا والحاجه بتقع من ايديا، دي حركه، بعد شويه الايد بتضمر، بعد شويه العضلات بتخس، بعد شويه المشيه بتاعتي بترتجل، بمشي بحدف لقدام لان مركز الالتزام بتاعي بيحدف لقدام اكتر، بعد شويه ده انا رجلي بقت ملزقه في الارض، بمشي بتكعبل، بعلق في السلمه وانا طالع برجلي، ده الشبشب بيتخلع مني. دايما الفقرات العنقيه لها صوت عالي. على فكره حكايه الشبشب اللي بيتخلع مني دي حاجه ناس كتير من الجمهور لما يسمعها يستغربها، لكن لو لا قدر الله حس او جات له هيفهمها. طبعا ان الشبشب عشان يلبس في رجلي ويثبت في رجلي في عضلات بتمكنه، في عضلات بتمكنه، واحساس في الرجل كمان. علشان ابقى حاسس بهذا الكلام، لا ده في ناس بتبقى مشكلتهم بيقول لك ايه، انا حاسس هو الشبشب بيتخلع وبيقع، وساعات بتنبه ليه بعد ما بيقع بيكعبلني، يعني هو عاده هو بيتخلع في المراحل الاخيره يبدا يتني تحت الرجل، سواء الشبشب او سليبر او اي حاجه من الحاجات اللي لابس دي بتكعبل. طيب في الستات كتيره جدا اللي بيستخدموا الكعب، تبدا كل شويه تلاقي الكعب بيقلب، الكعب بيكعبلها، بيوقعها، ما كانت بتمشي زي القطر. ده كمان بيضر الكعب، طبعا سيء جدا تاثيره على العمود الفقري. بس مثلا واحده كانت بتلبس كعب ومتعوده عليه، طب اشمعنى النهارده بقى الكعب مشكله؟ بقى يعمل كده. طب ده في ناس عندهم يعني لفظه كده يقول لك ده انا بحس ان رجلي او النص التحتاني بقى عامل زي شوال الرمل، بجر ورايا، يقول لك زي شوال الملح بجرجر رجلي، انا ببقى ماشي بصعوبه جدا، يعني رجلي اللي هي كانت خفيفه وبتحرك فيها بسهوله النهارده بقت تقل، وتقل جامد جدا، معيق ليا في الحركه ومعيد لحياتي. طيب انا كنت بمشي وبطلع استلم بيت بكعبل وبقع، طب انا كنت بقف موزون دلوقتي بقت رجلي بتترعش وانا واقف على الارض. فدايما الغضروف العنقي ومشاكله بتضرب في الحبل الشوكي يبان التاثير بتاعها على طول. تمام، عايز اروح لمنطقه مهمه جدا في حياتنا، منطقه العادات
التي تكون خاطئة في تصرفاتنا والتي للأسف بنصر عليها احنا ومش عايزين نتراجع عنها. دي النقطة الأولى. بالإضافة لكده هناك سؤال يطرح نفسه بقوة، هل العادات هي الخنجر الوحيد ولا كمان ممكن حاجة خارج عن العادات، يعني حاجة اكسترا كنترولر يعني ما نقدرش ان احنا نتحكم فيها اللي هي شغلنا؟ في ناس شغلها قد يتعارض مع عمود فقر صحي حملين يعني انا عايز اتكلم على العادات ونتكلم على العمل. هو ده كلام مهم جدا يعني، بس هنقول جملة. طب ما هو الاعمال اللي عندنا العالم كله عنده اعمال زيها، يعني في العالم كله عندهم الناس اللي بتشيله وبتحطه وبترفع، كل الكلام ده موجود، وعندهم العمالة اللي بتشتغل. طب اشمعنى مشاكلنا احنا في العمود الفقري؟ الحقيقة احنا من اكتر الناس او من اكتر الارز في العالم او الارياز في العالم اللي هي مليئة بمرضى في العمود الفقري وامراض العصبية وامراض السكر. ده حقيقة يعني العالم العربي هو منطقة تكاد تكون متفشية فيها هذه المشاكل. طيب ما انت عندك الناس بتشتغل في جنوب شرق اسيا واخد بالك، وبيعملوا بيطلعوا على الشجر وبيعملوا مش عارف ايه وبيشيلوا على كتافهم. شوف الصين تلاقي شايلين حاجه كده ورا على ظهرهم طول النهار موطين في الاراضي الزراعيه بتاعتهم بيشتغلوا، والام شايله ابنها قدام كده يعني هم عندهم الشيل موجود. بس دايما الشيل الصح غير الشيل الخطا. احنا بنتعامل مع العمود الفقري زي ما بنتعامل مع كل حاجه في حياتنا، يعني بعنف، ها، بفتوانه، هي كده يعني، هو لازم نتعامل بيها كده. طيب زي الراجل اللي كان بيشيل، انت قدامك حاجه ممكن تشيل عليها وتزق بيها، لا ده لازم انا انتحها. لحد النهارده بقت في روافع ترفع مواد البناء لحد فوق بالدور الكام مش عارف ايه، احنا لسه ما زلنا بنشيل على كتفنا وبرقبتنا، بنرجع ل 500 سنه ورا. يعني احنا ما عندناش حاجه بنحاول نطورها في حياتنا، وحتى لما بنيجي نطورها بنطورها في الاخر ضد مصلحتنا للاسف الشديد. الحاجه الثانيه نوعيه العمود الفقري بتاعنا، يعني نوعيه العمود الفقري بتاعنا نوعيه سيئه. بمعنى احنا عندنا مرض كده حاجة خلقية في تكويننا ان العمود الفقري بتاعنا ضيق. الحاجة التانية التغذية بتاعتنا مش متزنة، يعني معظم الاكل بتاعنا مش الحاجات اللي تخدم العمود الفقري، معظمه يضر العمود الفقري. يعني اهتمام بكوباية اللبن، اهتمام بالبروتين، بالخضروات، بالفاكهة، بالكلام ده كله مش في طبعنا. مش هتلاقي في العالم كله حد بياكل طبق المخلل اللي في الاكل ده اللي عندنا، صح؟ احنا ملوك العالم في المخلل وبنتفنن بالظبط، وتلاقي الست حاطه المخلل ده في نص المخلل بقى والجبنه القديمه والحوادق كل الكلام ده كله. فبالتالي الحاجات دي كلها نسبه الصوديوم فيها عاليه جدا، والصوديوم بيتنافس مع الكالسيوم في اماكن ترسباته جوه العمود الفقري، لان الصوديوم ايون واحد موجب، الكالسيوم ايون دبل موجب فاتقل منه، فالكالسيوم يدخل يعني الصوديوم يدخل يفضلنا الكالسيوم من العمود الفقري، فبالتالي دايما الكالسيوم عندنا ضعيف. طيب هل احنا بنهتم بقى بقوة العضل اللي حوالين العمود الفقري؟ مين فينا عنده المشاريع الرياضية ووقت الرياضة اليومي في حياته ولا الاسبوعي في حياته؟ ما عندناش ده. طيب احنا بقت هدفنا لقمة العيش زي ما بنتكلم، وهتيجي تكلم اي حد هو معذور يقولك معلش ما ظروف الحياة والاولاد والعمل، اسرة كبيرة وعايزة تاكل، يعني افواه مفتوحة عايزة تاكل. فبالتالي الناس بتاخد ده من صحتها بقى، اكل وشرب جري، محتاج يساوي كده في الاخر وترجم الى جري وعمل وساعات عمل اكتر جدا، ولازم اعمل حاجات كتيرة، طول النهار قاعد على مكتب، اخر النهار اشتغل على تاكسي، اشتغل في وظيفة زيادة، او حتى لو انا رجل اعمال وعندي شغلي مفروض بشتغل 6-8 ساعات في اليوم، ده ما اكمل 12-14-16-18 ساعة وما بعرفش افصل. طيب انا هوري حضرتك فيديو لواحد بيشتغل شغلانة مش يعني احنا كلنا بنعملها، يعني احنا كلنا بنعملها. هنشوف مع بعض الفيديو دي اللي هو السواقه، نشوف كده. ده راجل بيسوق، راجل بيسوق عمود الفقري طبعا بيقن، يعني العربيه مطبات شغال. شوف بص هو كده كانه قاعد كده بالظبط بالظبط، يعني ده قاعد كده، وطبعا الكراسي مش مؤهله ومش مصممه كويس. احنا عندنا طبعا هنا هو برضو السواقه في الحاجات الزراعيه نفس الكلام مع الزن الجامد جدا، رغم انه ممكن الحاجات ممكن الزراعيه دي ممكن واحد بحاجات اسهل بكتير وموجوده. بقول الكلام ده النهارده بقى موجود الحقيقه. طيب انا عايز ابشر كل العاملين في مدينه الانتاج الاعلامي بصراحه، يعني بقول لهم كلهم في مختلف القنوات ان انتوا هيجي لكم مشاكل في العمود الفقري، ولو حضرتك يعني حطيت لان الطريق الدائري كله مكسر، وفي حتت مكسره بشكل مفاجئ اللي هو تاخدها بالمطب الجبار. طبعا
جدا يعني. يا باشا يعني عارف الغاز الغاز الهرم الاكبر اللي ما حدش عارفها لحد النهارده هو لغز الطريق الدائري والطريق والمحور اللي ما حدش عارف يحلها. يعني قصص بسيطه جدا يعني. انت لو هي كلمه تساوي كلمه ضمير في العمل والناس تشتغل تأدي شغلها مظبوط، مش هتلاقي الحفر، مش هتلاقي المطبات في على جميع عموم الطرق في مصر ومعظم الدول العربية بتلاقي هذا الكلام موجود. فجأة الطريق قطع عليك، تلبس في حاجة، تنزل في حفرة، تخبط في حيطة، يعني عدم إنارة الطرق، عدم العلامات الإرشادية، الكلام ده كله كلام ينبع مننا احنا، سلوكنا خاطئ، لان اللي بيعمل ده ما هو فرد من المجتمع ما يقدرش يعمله صح، فبالتالي بتترتب عليه سلسلة اخطاء. يعني انا هقع فيها وبعي عربيتي بتتخبط هتكلف ماديا، يبقى لازم انقل هذه التكلفة لواحد تاني، ما هو مين هيدفع الفاتورة؟ ما في الاخر فاتورة كلنا قاعدين بندفع فيها وبتتضاعف وبتزيد. فهي القصة ببساطة جدا ان احنا عمودنا الفقري في خطورة، سواء من شغلنا اللي بايدينا احنا بنعمله، او بالطرق اللي صعبة جدا الحركة فيها، او بالاستهلاك بتاع العمود الفقري بطريقة خاطئة. يعني يمكن احد المرضى مره قال لي شوف ربنا مدينا صحه زي الواحد اللي عنده رصيد في الكارت بتاع الشحن بتاع الموبايل، هو فاهمها كده، عندك رصيد ب 200 جنيه استهلكتهم بسرعه ما عادش عندك رصيد، مشيت بالراحه وكل شويه ترن بس كده يفضل معاك الرصيد. القضيه بتاعتنا الحقيقة صحتنا ربنا ادهلنا، يا نحافظ عليها يا اما بتستهلك. طيب استهلكنا صحتنا، نيجي في الاخر ندور عند الدكاتره على الطب. يعني المريض اللي ساب نفسه لما يجي له عند حضرتك تليف في الكبد وبدا ينزف ودولي في المريء، ده منتظر كتير قوي من حضرتك لما بيجي لك، اتهيأ له مجرد ما خد علاج هيتغير له كبد من اول وجديد، ده ما بيحصلش. المريض اللي استهلك العمود الفقري بيجي له واحد عنده مش فقره، ده 2 3 5 7 فقرات، 15 فقره من ال 24 فيهم تاكل وغضاريف، يعني تلاقي 5 6 عنقيه، 5 6 قطنيه، 5 قطنيه، الصدريه فيها 2 3. طب انت منتظر ايه لما تروح للدكتور في مرحلة متأخرة؟ دايما عشان كده الرسالة بنقول ايه، عندنا مشاكلنا هنتقبلها، وهي هي ميزتنا ان احنا بنقول ان احنا شعب جميل جدا وطيب وحمول، بس رسالة صغيرة، ما تيجي نحل مشاكلنا بدري، اصل غصب عنك هتتحل في يوم من الايام، يعني المرض هيجبرك انك تيجي تحلها. طب ما تجيليش متأخر، طب تعالى بدري شوية، لانك لما بتيجي متأخر الفلسفة العلاجية بتاعتنا بتتغير. يعني احنا هنشوف فيديوهات وحاجات كده هقول لك جايبها، ومتعمد ان انا اقول لك ايه امتى نعمل ده بدري وامتى نعمل ده، يعني وبدري بيفرق معانا، يعني دايما زي ما بيقولوا البدري بدري، كل ما تبقى بدري كل ما نتائجك افضل، مشاكلك اقل، مصاريفك اقل، الموضوع بينعكس على حاجات كتيرة كده. طيب قبل ان نذهب للحلول عندي سؤال انا بوصفه بانه سؤال هام للغايه. تمام. السؤال هو هل الوزن له هذا التأثير المرعب لدرجة انه بقى محفوظ عند كل الناس اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري روحي خسي الاول قبل ما نعملك اي حاجة، او لازم تخسي لانه لو ما خستيش هنضطر نلجأ لجراحة، وهل الرياضة الخاطئة ممكن تلعب دور خاطئ مع العمود الفقري زي الوزن؟ بالضبط. هو العمود الفقري له مقدرة على التحميل، يعني زي اي حاجة في الدنيا لما يبقى عندك اسانسير في عمارة اقولك ده حملته 6 افراد، طب لو شيلت 10 افراد هيعطل، ممكن بعد شويه يقع، مش كده؟ يعني انا بقى هتعود ان انا كل يوم ده انا شيلته مره بدل 6 بقوا 7، بعد كده بقوا 8 برضه هو طالع. بتعود على ده يبدا لحد ما ينهار هذا النظام وهذا السيستم. العمود الفقري له مقدره على التحميل، قصه بسيطه جدا. انت طول حضرتك قد ايه؟ 160 سنتي، يبقى المفروض وزنك يبقى من 60 ل 65 كيلو. ببساطه. شوفوا الطول اخصم منه 100 هو ده الوزن الطبيعي بتاعك. طب لما يبقى طولك ها؟ 155 سنتي ومعظم السيدات كده والوزن 130 كيلو حقيقي، طيب ايه رايك؟ انت متضايق من 130؟ طب خد بقى عندك 140 و 150 اكيد هتضايقك اكتر. لا انا بشوفهم كلهم مش كده؟ هي دي الكارثه. وعارف حضرتك بقى بندخل يعني بنيجي نلاقي العمود الفقري بقى متهالك ها وشايل فوق طاقته. طب وعايزين نحل الموضوع، لما بنيجي نحل يعني احنا كتير جدا احنا ممكن نحل لك في الوزن الكبير ده، بس بقول لك ايه شرطي انك لازم بعد كده تعالى نعمل تخسيس بعد كده ايا كانت طريقته، مع دكتور تخسيس مش معايا، مع دكتور تخسيس هشوف الطريقه المناسبه بنظام غذائي ببالونه معده بربط معده بتحويل معده بشفط دهون بعمل اي حاجه، المهم في الاخر انا عايز استلم منه بالكيلو، هستلم ان الوزن ناقص مش بالشكل كده، يعني ده انا حاسس ان انا هدوم بقت واسعه عليا، لا انا عايز بالكيلو ننزل قد كده. يبقى ده كلام مهم جدا. القضيه بتاعتنا ان احنا جينا وزن زياده جدا وعمود تعبان جدا واكتر من فقره تعبانه، وعايز تحل المشكله وتطلع بعد العمليه تجري كانك ما عملتش حاجه. طبعا الكلام ده هو صعب تحقيقه لا عندنا ولا عند غيرنا، ما فيش حد يقدر يعمل ده،
دايما هعمله ممكن اعمله لك، بس اقول لك تعالى بقى بعدها نبدا نعكس الموضوع بقى، احنا كنا ماشيين غلط تعالى نمشي صح. طيب الحلول بقى، الحلول موجودة، يعني الحلول موجودة دايما. يعني شوف الحقيقة ده مش اللي انا بقوله، يعني ده دايما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك يقول لك ما خلق الله من داء الا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. وعلمه من علم ده كلمة، خلينا خلي بالك دور على مين اللي يعرف ده ويحله، مش اي حد يعرف يحله. يعني لما يجي المريض اللي احنا كنا بنتكلم عليه في البداية وبدا يجيله غضروف في رقبته والغضروف ضغط على العصب وبدا يجيله مشكلة في الحبل الشوكي، الغضروف اللي في الرقبة ده خطير جدا، لان ممكن يعمل ضمور في الحبل الشوكي. انا ممكن اهمل الغضروف ده سنه واتنين واجي بعد شويه اعمل عمليه واطلع بعد العمليه اقول يا ده انا داي ما اتحسنتش، ده غضروف خرج بره وضغط على العصب، عمل الم جامد جدا في كتفي في رقبتي في دراعي، تنميل خدلان في ايديا، صبع الصغير والصبع اللي جنبه، نيجي نعمل اشعه نلاقي الغضروف بهذا الحجم. شايف الغضروف اللي بقى لونه احمر ده؟ طب انا قررت في الاخر عمليه وهنعمل عمليه. هنا بقى ميزه ان احنا نبقى بدري، يعني ميزه ان احنا نبقى بدري، ادخل الغضروف اهوت موجود، بدخل بالميكروسكوب الجراح او بالمنظار واستخدم فيه. يعني في ناس عندنا تعشق كلمه طب وبالليزر يا دكتور، ممكن استخدم ليزر بس لما نبقى بدري. طب لو الغضروف تكلس ما ينفعش بقى غير ان انا اعمل كده، ادخل بقى وبعمله بالدريل واشيل العظم الزياده والزوايد العظميه وابدا اعمل. انا شلت الغضروف ما سيبش الدنيا فاضيه، لازم اركب ما يسمى الدعامات. وخلي بالك كلمه مهمه جدا دكتور ايمن، اهم حاجه في الدنيا كلمه ان انا بشيل غضروف لازم احط حاجه بدله. يعني دايما كلمه انا شلت الغضروف وسبته دي دعامات بنسميها حركيه، ده غضروف بديل حركي. شايف الفرق بين اليمين والشمال؟ اليمين بيتحرك، ها يبقى اذا انا بحافظ على الوظيفه، يعني رقبتي هتفضل تتحرك معايا اقدر اتنيها. التاني ده ممتاز جدا، انا شلت الضغط اللي على العصب، انا حميت الحبل الشوكي، بس عندي حته ناقصه ان الحركه بتاعت رقبتي بقت اقل، ممكن ما تبقاش ملحوظه قوي بس بقت اقل، علميا بقت اقل، اقدر اغيرها. في عندنا طرق كتيره جدا نقدر نعملها ونحافظ على الحركه بتاعتنا، بس دايما بنقول ده الحل، ده غضروف واحد. طب لما يجي لحد عنده اربع وخمس غضروف عنقيه اقدر اعملهم، بس كل حاجه نبقى فاهمين بقى. اذا كان غضروف واحد بقول لك هنريح ونمشي بعد اسبوع، طب لما يبقى اربع خمس غضاريف ادي لنفسك بقى وقت شهر، بلاش استعجال. طب لما يبقى عندي غضروف في الظهر اللي كان بيشتكي بوجع في ظهره او وجع في رجليه، كلمه بسيطه جدا، هو غضروف الظهر لازم يسمع في الظهر؟ لا، 60% من اللي عندهم غضروف في الظهر ظهرهم ما يوجعهمش، اللي بيسمع بيسمع في الرجل، وده ما يطلق عليه عرق النساء او التهاب العصب الوركي. يبدا يسمع يضرب عصب من الاعصاب اللي نازله دي، تخرج الغضروف وضغط عليها، هنلاقي الغضروف حجمه كبير وضغط على العصب. اول ما ينضغط العصب، العصب هنا بيتخنق، الدم اللي بيجري في العصب بيقل جدا. هنا احنا في العمليه الهدف بتاعنا، احنا دخلنا وبدانا نفتح العصب المخنوق اللي تحت على اليمين ده اللي لونه احمر جامد جدا، وفي غضروف برده في ايه على برده نفس الجنب ملتهب. انا بدات اسحب العصب اهو، باخد العصب ابدا اشيل افرغ الغضروف اللي تحتيه وافضيه. طيب الكلمه اللي احنا لسه قايلينها، ما فيش غضروف بيتشال من غير ما اركب حاجه مكانه. الفكره دي ده بقى لها اكتر من 10 سنين النهارده، ودايما الجمعية العالمية لجراحات العمود الفقري قالت كده، ما عادش ينفع ان انا اشيل غضروف بس واسيب الدنيا، لا لازم اركب حاجة ما تسمى بالدعامات او ما تسمى بالتثبيت او ما يسمى بالغضروف البديل على حسب الاحتياج بتاع ايه احنا هنحطه. عندنا كل الكلام ده موجود، بس في الاخر لما التقي عندي فقرة واثنين وثلاثة لازم اعمل لهم ما يثبت العمود الفقري. في ناس لسه بتستخدم شرايح، الشرايح كويسة بتقلل من الحركة بتاعة الظهر شوية، ولكن هي احسن من ان انا ما احطهاش، واخد بال حضرتك؟ يعني في اماكن ما فيهاش الدعامات، ما فيهاش الاجهزه الحركيه، ما فيهاش الكلام ده كله، لكن ما اقدرش اسيبه من غير ما اركب له حاجه، ده مهم جدا. هو طبعا السؤال الكلاسيكي اللي هيسالها لك، يسالك اي حد بتركب له اي حاجه، الحاجه دي مش هتقع؟ لا ما بتقعش، يعني حقيقي هي ما بتقعش. والمرضى اكيد بيسالوك يقول لك مش هتقع، مش هتصدي، مش هتتفاعل مع الجسم، وكلامهم صح، كلام منطقي، ما هو ده وكلام منطقي، لان في حاجات كده. يعني دايما كانت مشاكلنا ايه مع الشرايح حضرتك دكتور ايمن؟ ان الشرايح كانت ممكن تتكسر، المسمار ممكن يتخلع، لان المسمار ده مش مسمار ديناميكي، ده مسمار ثابت، مجرد ما انا عملت عليه ضغط في وجود العظم الضعيف بتاعنا ممكن يخرج من العظم، فدي كانت مشكله. ها في بعض التركيبات والدعامات دي الماتيريال بتاعتها، يعني انت عارف حضرتك الماده نفسها ضعيفه، يعني انت عارف حضرتك دايما عندنا في حاجه اصليه وفي حاجه
زي شغل الصيني كده موجود الكلام ده في تركيبات العمود الفقري. في عندنا حاجات صيني وحاجات باكستاني وحاجات هندي وحاجات تركي وحاجات يعني ضعيفه جدا. يعني ده مثلا ده مسمار بيتركب ده مسمار بس مش المسمار العادي يعني ده مش المسمار العادي ده شوف بيتحرك. يعني المسمار بعد ما تركبه تلاقي في الاخر ان الراس بتاعته حركيه. المسامير دي بنسميها بولي اجزه. تفيدنا في ايه؟ ده مريض كان عنده الفقرات متزحزقه مش غضروف واحد ولا اثنين ده كانوا اربع غضاريف. اقدر اعمل دعامات من اول الفقره العجزيه والخامسه والرابعه والثالثه والثانيه ادي خمس فقرات اقدر اعمل لهم دعامات واثبتهم. طيب وفي نفس الوقت انا بحافظ على الحركه بتاعته يعني هي الحركه بتتاثر شويه ولكن بقدر اوطي وبقدر انحني وبتفضل معايا جزء من الحركه. في نفس الوقت بدي للعمود الفقري قوته وثبته. يعني انا ما تخليتش عن المبدا بتاعي ان انا عايز ارجع العمود الفقري للقوه والثبات. في بعض الناس اللي عندهم بقى مشاكل زي مرض الهشاشه وبتاع لازم ابدا معاهم ولمده 6 شهور الى سنه الكورس بتاع علاج الهشاشه عشان اقدر ابني عليه عشان ابني كويس جدا. وفي نفس الوقت بقى القصه دي مش عايز اسمع عنها تاني لان العمود الفقري مش القطنيه بس ده في عند الصدريه ده في عند العنقيه فمش عايز اللي حصل هنا. يعني دايما احنا بنقول نستفيد من تجاربنا السيئه. يعني احنا اللي اتلسع من الشوربه هينفخ في الزبادي زي ما بيقولوا. ها اللسع جامده اللسع جامده جدا ولسعه الظهر دي مش لسع ما فيهاش الظهر دي عضه. طيب قبل ما ادخل على الجراحه الملاحيه انا هخلي الجراحه الملاحيه كده زي ما بقول نحلي بيها تمام. الدعامات يعني كلمه دعامه موجوده في الشرايين التاجيه بتوع القلب زملائنا مبدعين فيها. دعامه موجوده في الشرايين المخيه. دعامه موجوده في المسار البايل مسار العصور الصفراويه. ديت الدعامات المشهوره في عالم الجراحات لكن كمان دخلت الدعامات بقوه شديده جدا في عالم جراحات المخ والاعصاب في جراحات العمود الفقري. تمام. هل هي قديمه ام حديثه؟ هي بقى لها فتره يعني بقى لنا اكتر من 10-15 سنه الكلام ده كله بقى شغال لان احنا للاسف بعيد شويه عن الناس عن الدنيا كلها. يعني الطب بره متقدم بشكل اسرع بكتير جدا من اللي احنا بنلحقه. يعني احنا دايما بنلحقهم بعد ما يكونوا هم سبقونا ب 15-20 سنه. ده حقيقي. يعني اللي احنا بنعمله النهارده وبنفتخر بيه ده هم عدوه بقى عندهم حاجات احدث من ده وكل يوم في تطور الحقيقه. يعني النهارده بقى بيستخدم يعني ده نوع من انواع الدعامات بس دعامات حركيه. يعني كلمة دعامة يعني ايه؟ اي حاجة يعني دعامة الشريان، الشريان ضعيف وضيق بحط حاجة تقويه. ها؟ الشرايين المخية، الشرايين التاجية، حتى الدعامات اللي هو بيعملوها في جراحات التجميل والتكبير ومش عارف ايه، دي برضو نوع من انواع التدعيم لأنسجة ضعيفة، احنا بنقوي الظهر، دي دعامات بس بدل ما كنا بنحط شرايح ومسامير ركبنا حاجات زي كده بقت موجودة، الحاجات دي التكنولوجي بقت حديث وموجود وبقى فيه كمان دلوقتي الأحدث منه. يعني دي حاجة بقت عاملة زي السوستة بتاعت العربية. خلاص التقدم بتاعها بقى عالي جدا وبقت موزونه والظهر بقى موزون كانك وزنه بميزان ميه. دي زي المساعد. زي المساعدين تاخد وتدي معايا وتتحمل الصدمات واقدر امارس بيها. وعشان كده اللي اصيب في العمود الفقري في الرياضات الخاطئه او حاجه زي كده واحد لعيب كوره واحد حمل اثقال لما بيركب ده بيقدر يعود لحياته تاني. اللي ركب العربيه ده ما انا مش همنعه من السواقه العمر كله. ده انا بعمل له دين وارجعه اقول له ايه مارس حياتك بس نخلي بالنا بقى. الحاجات اللي هي وصلتنا للكسر والزحزحه الفقريه وتاكل الفقرات وانفجار في الغضروف مش عايزين نوصل لها تاني. طيب انا اسمع انه الجراحه الملاحيه يعني واحده من الاسماء او من الاشياء التي اصبحت المرضى يطلبوها. يعني المريض نفسه يقول لك انا اسمع عن الجراحه الملاحيه. المريض نفسه وكلمه الجراحه الملاحيه ديت اللي هو النافيجيتور او النافيجيشن دي بقت في دماغ الناس يمكن السبب في انتشارها في دماغ الناس العربيات ان العربيات فيها نافيجيتور فيها يقول لك انا همشي اروح في الحته الفلانيه والجي بي اس اللي في الجي بي اس هي الافكار بتاعتها. واحمد حلمي في فيلم عسل اسود كان مشهد لطيف جدا لما قال له بيدور على الهرم فين البيراميد دور على الهرم فجاله حد قال له كاسه ماله كاسه ماله قال له كفى كذب كفى كذب. فانا سؤالي المهم جدا ما هي الجراحه الملاحيه اللي انهي مدى تلعب دور مهم جدا؟ هل تغني عن مهاره الجراح؟ يعني ممكن جراح سن جونيور صغير يقوم بجراحه ملاحيه؟ هو احنا هنتكلم في الحته دي عشان حاجه واحده وانت بحرك عارف رايي. الجراحه الملاحيه جراحه حديثه جدا وجراحه رائعه جدا. يعني انا شخصيا معاه واتمنى ان هي تبقى هي الجراحه الوحيده نقدر نعملها. بس هو السؤال بقى اللي انا بساله هل الجراحه الملاحيه بتنفع معانا احنا هنا ولا ما تنفعش؟ هي مش لها شروط؟ طب الجراحه الملاحيه شروطها ايه؟
دايما تنجح لو انا بشتغل على فقرتين. طب لو بشتغل على اربع فقرات نسبة نجاحها او صعوبتها بتبقى اكتر. طب الجراحة الملاحية هي ميزتها الوحيدة ان انا مش بفتح في الانسجة، ما بدخلش، دايما كل دعامة او مسمار بركبه بفتح له سنتي سنتي ونص. طب لو بركب اربع مسامير يبقى هفتح سنتي يمين وتحتيه سنتي شمال سنتي وسنتي وهكذا. هنا لما بشتغل على فقرتين دي انجح انواع الجراحات الملاحية. يبقى لها شرط نمره واحد ان انا بشتغل على فقرتين فقط مش على ثلاث فقرات واربع فقرات وخمس فقرات. ممكن اعملها على اربع فقرات وهنشوف دلوقتي بنعملها في اربع فقرات، بس نسبه نجاحها اقل بكتير جدا لان لها مشاكل كتيره جدا بعد كده. طيب دي نمره واحد. هي فكره الجراحه الملاحيه ايه اساسا؟ انا بستخدم الكمبيوتر هو اللي بيحركني، يعني انا بصور المريض صوره وبتتحط على سدهايه تدخل على الكمبيوتر ويبقى معايا مجسات معينه كده بحطها على العمود الفقري وانا شغال. هي تبدا توجهني اجي شمال اجي يمين اتحرك، انا مش شايف بعيني، لكن هي ديت مع حركه بتاعه ايديا يعني جهاز كده حساس كده زي السنسور اقدر اتحرك بيه يمين وشمال يدي ذبذبات معينه تشتغل معايا. ادخل لا استنى ده انت طالع فوق ده انت نازل تحت. ده الجراحه الملاحيه لو انا بعملها في اكتر من فقره هيقابلنا مشكلة. أنا هنا هشتغل على أربع فقرات. نمرة واحد أنا لما هشتغل بعد كده واجي أركب القضيب اللي بيمسك الفقرات ما بينه وبين بعض ده نمرة واحد بيبقى طويل، يعني طوله أكتر من 4 سنتي أو 5 سنتي، فبياخد 7 8 سنتي وساعات 10 سنتي. علشان يركب ويعدي المسافة دي كلها ساعات ما أقدرش أظبطه. شايف هنا بقى بدأنا ندور، طب نلف شمال شوية، طب نلف يمين شوية، طب عايز يدخل ويمشي في المسار بتاعه بيخبط وساعات ما يركبش مظبوط، وساعات نرجع نشيله ونفتح عليه عشان نركبه تاني. يبقى اذا انا بقول ده في جراحه ملاحيه مش عشان اقول لك طب تعالى نعملها دي كده، لا انا بقول ديا خلاص احنا نشتغل جراحه ملاحيه وهي على قد فقرتين في مريض رفيع مش وزنه زياده، لان انا الاجهزه بتاعتي ما تشتغلش في كميه الفاتس العاليه جدا، الدهون اللي في الظهر اللي هي عمق 10 سم دي ما تشتغلش فيه. ده انا محتاج العيان يكون عضلاته اكتر، وتنفع في الرجاله اكتر من الستات حقيقه، يعني هم اللي اخترعوها قال لك احنا بنوصي بيها في الرجاله الرفيعين اللي عندهم فقرتين فقط وليس اكثر من ذلك. فبالتالي الجراحه الملاحيه هي نوع من الجراحه الحديثه جدا، بس لسه معانا احنا يعني مش شغال قوي. ليه؟ مش ناقص خبره فيه، لكن نوعيه المريض بتاعنا مختلف شويه عن المريض التاني. لكن عندنا بقى البديل بتاعها اسمها الجراحه الميكروسكوبيه. الجراحه الميكروسكوبيه النهارده في هذا اليوم في هذه السنه تشكل 80% من الجراحات على مستوى العالم كله. الناس فاهمه ان الجراحه الملاحيه دي هي الاولى، الليزر هو الاول، لا خالص، ده في الاخر خالص. يبقى الجراحه الملاحيه هي نمره 2 بعد الجراحات الميكروسكوبيه وجراحات المناظير والحاجات الجميله بتاعتنا. انت نورتنا كالعاده. رب لو 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 العمود الفقري هيطلب اغنيه فيما يطلبه المستمعون، ترشح له اغنيه للعمود الفقري في المصريين، قول له قول لي اغنيه واحده. ظلموني الناس؟ ظلموني. تنور كالعاده. ربنا يخليك. بلا شك طبعا ضيف عزيز عليا جدا وقيمه علميه كبيره واسم لامع هو الاستاذ الدكتور محمد صديق هودي، استاذ جراحات المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق والظروف، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره قصر العيني، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا، مبدع من نوع خاص، ولكنه النهارده وضع لنا يعني روشتة. صعب ان الجراح يكتب روشتة، لكن هو حط مشرط الجراحه في المناطق المهمه جدا في حياتنا. يا ريت كمان البلاي ستيشن محترف البلاي ستيشن يحذره جدا، لان ده ممكن يدمر العمود الفقري بدون ان يشعره. انا واحد من الناس بلعب بلاي ستيشن وكنت بلعبه بدون ان انا اخد بالي، وممكن اقعد 6 ساعات العب زمان يعني لما كان الواحد فاضي، وده بيدمر ظهرك. نورتنا يا دكتور. ربنا يخليك. وي ويل بي باك اجين.